دي موجودة. أيوة يا فندم جوه، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. أهلا بيك يا فندم. اتفضل. شكرا. أخبارنا إيه يا ترى؟ كل خير يا فندم. الحراسة وافقت تسلمنا كل الأملاك من النهاردة لو حبينا. مستني إيه؟ ولا حاجة يا فندم. هبدأ حالا في إجراءات الاستلام. طب اعمل لك همه شويه عشان انا عايز اصفي. تصفي؟ ايوه اصفي. والواحد فاضله في العمر قد ايه؟ على راي المثل رجل بره ورجل جوه. اللي تشوفه سعادتك. على العموم احنا عندنا ممتلكات جايبه لنا النهارده اسعار خرافيه. عال 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 عال. بيعه كله واختار اعلى العروض. حاضر يا فندم. استاذن انا بقى. ما شربتش قهوه لسه؟ ولا اقول لك بلاش احسن. يمكن تعمل لك حموضه في مهنتك. طب يا فندم استاذن انا. الف مبروك سعادتك. الله يبارك فيك. مع السلامة. شكرا. شد حيلك. فوق فوق خالص. حاضر يا سيدي. بقول ايه؟ نعم. نقي اصغر كوبايات عندك. حاضر. اهلا وسهلا. الف مبروك. الف الف مبروك. اتفضلوا. اهلا اهلا. اهلا. يعني اخوانا بقالكم مده طويله ما تسالوش. سنين طويله ما شفتكوش. اصل ما كناش عاوزين نزعجك والله يا بيه. الود ودنا يا عم ما نسيبكش ابدا. طبعا 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 ما انا عارف. احنا كنا منتظرين اليوم ده بفروغ الصبر. وكانت فرحتنا تكمل لو كان البيه الصغير لسه عايش. الله يرحمه بقى. ربنا يبشبش الطوبة اللي تحت راسك يا فريد يا ابن الغطريفي بيه. وازاي صحة سعادتك دلوقتي؟ بوم بوم والحمد لله. ان شاء الله دايما يا عمي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مش دي منزل ابو الغطريف يا بيه من اعيان المحمودية مركز البحيرة؟ عاوز حاجة؟ انا شعبان قريبه من محمودية مركز البحيرة بجوار الاسكندرية. يا حنن يا حنن يا جدع انت شايفني بقولك لله؟ بقولك عايز ابو الغطريف. كسيبه يا محمد خليه يخش، هو خاص علينا حاجة؟ اتفضل خش. السلام عليكم. ابو الغطريف بيه فين؟ اهلا وسهلا. اهلا اهلا وسهلا. اهلا بيه. والله يا ابو الغطريفي بيه انا فرحت لك من كل قلبي لما عرفت لك انهم رجعوا لك فلوسك وممتلكاتك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انما اقول يا ابو الغطريفي حاجات كتير رجعوها لك. ايه يا بختك يا عم، عين عليك برده انا يالك. بس ايه رايك انهم طلعوا جدعان في الحركه دي؟ اهو برضه تلحق تتهنى بفلوسك قبل ما تموت. فال الله ولا فالك. بعد الشر عليك يا عمي. اهلا وسهلا. عارف يا ابو الغطريفي بقالي كتير قوي ما جيش اسكندريه، من ساعه ما كنت جيت اقدم في مكتب التنسيق. قال كنت عايز اخش الجامعه. جامعه ايه يابا؟ 48% دخلوا جامعه. انتوا كنتوا بتشربوا شربات. انت مين يا ابني؟ مين ده؟ ده شعبان ابن محمود الغطريفي، قريبنا من بعيد ده. لا زي ابوك يا شعبان. ابويا مين بقى؟ ابويا ما خلع من زمان الله يرحمه. انتوا مش كنتوا بتشربوا شربات؟ ما تجيبوا لي شربات. حاجه انا يا ابو الغطريفي احب قوي جامد حقيقي، مفيش مناسبه تعدي الا لما اقوم بالواجب. حد يموت اروح اعزي، حد يعي اروح ازور، حد يتقتل اروح اشهد. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. طيب يا شعبان احنا متشكرين. العفو ده واجب علينا. فانا بقى يا ابو الغطريفي بيه من يوم ما اشتغلت في الاصلاح الزراعي في المحموديه. وايه بقى يا شعبان؟ نعم قلت لك احنا متشكرين.
وانا بقول لك العفو. فانا بيه بقى البيه تعبان وعاوز يستريح. ما واحد مستريح اهو. معلش برضه يعني امشي؟ تعيش ونجاملك. طيب انتوا مش هتغدوني؟ الواحد بيروح اي معزه ولا اي ميتم يا بيتغدى يا بيتعشى. ده سفر يابا، ده انا جاي من المحموديه لغايه هنا. ان شاء الله في المناسبات السعيده. ما هو مناسبه سعيده اهي، ولا دي مناسبه نايله بنيل. وبعدين معاك يا شعبان، قلنا لك البيه عايز يستريح. طيب خلاص، احنا برضو يهمنا راحه البيه. ما نلزمش اي حاجه من البلد يا ابو الغطريفي بيه. شكرين يا اخويا. طب يا سيدي ربنا يخليك لينا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. انما الشربات ده على الريحه ولا مظبوط؟ بس حلو. السلام عليكم. اعذره يا سعاده البيه، ده ولد غلبان. ولا غلبان ولا حاجه، وجع لنا دماغنا. على فكره يا جماعه انا لازم اتغدى، معاد غدايا جه. وماله يا عمي؟ ايوه، وانا على فكره برضو باكل مسلوق، والدكتور منبه عليا كده، والبنت عندي هنا بتطبخ على قدي. ربنا يديك الصحه يا سعاده البيت. هو في هنا مطعم قريب قوي من الفيلا، انما رخيص قوي. عارفينه يا عمي. مع السلامه. على فكره ما تنسوش تقول لهم في البلد ان انا جاي قريب علشان يبقوا نظفوا لي البيت. حاضر يا سعاده. مع السلامه. جامل نشروا مني جزمتي. رحت عند قريبك الغني ده؟ رجعت له فلوس بالكوم. انا عارف هيعمل بيها ايه. هو ربنا يبعت له فلوس بالكوم من حيث لا يدري، وانا تتنشي مني الجزمه اليتيمه دنيا. بالحق قبل ما انسى. نعم ابوي. اشمعنى؟ هو انا داخله معاك قافيه، انا بكلمك جد. وانا زعلان عشان الجزمه. مش مهم الجزمه دلوقتي، خلينا في المهم. هو في اهم من الجزمه بتاعتي اللي راحت؟ وبعدين معاك بقى. طيب خلاص ما تزعليش. ابويا مستنيك النهارده. يا نهار اسود، ليه كفل الشر؟ اخص عليك يا شعبان، انا شر عشان تيجي تخطبني ولا رجعت في كلامك؟ ارجع في كلامي؟ ليه كلام برضه؟ وانا بديك الساعه لما اجمع انا وانت يا زنوبتي تحت سقف واحد؟ طب ابويا مستنيك النهارده الساعه 7. ايوه طب بس اروح له ازاي وانا من غير جزمه؟ عريس بلا جزمه. يا اخويا مش مهم الجزمه دلوقتي، روح اشتري لك جزمه جديده. اشتري جزمه بس ازاي واحنا النهارده كملنا في الشهر؟ دي الجزمه دلوقتي ب 6 جنيه وربع وربع، اللي يعني العيال حقانيين قوي. طب خلاص يا اخويا، روح اشتري جزمه نص عمر، ولا انت بتتحجج؟ هتحجج ازاي بس؟ طب هقول لك على حاجه. إيه؟ ممكن اروح له بزنوبه؟ طب رايح اخطب زوبه بزنوبه. وبعدين معاك بقى. طب خلاص ما تزعليش، انا هروح استلف جزمه من واحد صاحبي لغايه اخر الشهر. يا سلام عليك يا شعبان. ما تجيب قبلي وانت حافي. اهلا وسهلا يا ابني. اهلا بيك يا عمي. يا مرحب. مرحبتين. هقولها يا عم. لا اله الا الله. انا عندي فكره انك زميل زينب في الشغل. الاصلاح الزراعي. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا عم. ما تتكلم يا ابني. هقول ايه يا عم؟ انا اصلا حضرت قبل كده مياتم وافراح وطهور، انما اول مره احضر خطوبه وما اعرفش هما بيقولوا ايه. قول اي حاجه يا ابني. اقول اي حاجه؟ هو انت مش انت عارف انا جاي ليه؟ الله يجازي شطانك. الله يجازي شطانك انت كمان يا عمي،
عشان شياطيننا احنا الاثنين يجوزوا بعض. حلوه حلوه. على كل حال يا ابني، ما دام انت عاوز تتجوز زينب وهي موافقه خلاص الدنيا وما فيها. الله يكرمك يا عمي، الله يخليك. ايوه يا ابني، بس لازم نتكلم شويه في الاجراءات. اجراءات ايه يا عمي؟ هو انا هتعين في الحكومه وانت حكومه ولا ايه؟ لا يا ابني، انا قصدي الاجراءات يعني الشبكه والمهر والجهاز والحاجات اللي زي دي يعني. انا من ايدك دي لايدك دي يا عم. قول لي انت محوش كام؟ ليه؟ ليه ازاي؟ عشان تتجوز؟ شوف يا عمي، انا ماهيتي 28 جنيه و14 سنت. تقوم تقولي محوش كام؟ الله يجازيك يا عمي. مهر ايه وشبكه ايه؟ الحاجات دي كانت على ايام كنتوا، الحاجات دي بدت خلاص دلوقتي. هتتمسك بالحاجات دي وحياه النعمه دي، بنتك هتبور ولا حد هيسال عنها. حد لاقي عرسان يابا الايام دي؟ شوف يا ابني، انا لا عايز شبكه ولا عاوز مهر ولا عاوز حاجه ابدا. انا عاوز الشقه اللي هتعيشوا فيها. عندك شقه؟ شقه؟ ما شوف اما اقول لك. اصل انا كنت ساكن انا وابويا وامي في شقه. جه ابويا مات، امي ماتت بعديه. الراجل صاحب البيت طلع نادل، قال ابوك ما كانش بيدفع الايجار، طردني. بس انا دلوقتي قاعد في اوضه، انما ايه؟ حلوه قوي قوي، ما فيهاش لا ميه ولا نور ولا هوا، بس شرح. وعايز تسكن بنتي في اوضه زي دي؟ لا طبعا يا عمي ما يصحش. امال هتعمل ايه؟ هنقعد عند اجوزها واقعد عندكم. عندنا؟ ايوه، انت تقعد في اوضه وانا وزينب نقعد في اوضه. هي شقتك كم مطرح يا عمي؟ يلا انت اهو، يلا 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 بره. يلا كم اوضه ايه يا ابني؟ ده انا البنتين بولادهم قاعدين على نفسي هنا، ده احنا في مسبحه. ومش دي بنتك برضه؟ هيحصل ايه يعني لما اقعد معاك وانا اتبريت منها على حظي انا؟ ده احنا يا ابني ساعه الصبحيه بنقف على دوره الميه طابور ولا طابور الجمعيه. طب ما تعمل قطوع في الصال. هقول لك على حاجه، انت مش عندك بلكونه؟ عندي. قفلها واقعد فيها انت ومراتك، وانا والعروسه نقعد في الاوضه بتاعتك. اسمع يا ابني، اللي عاوز يتجوز بيجي جاهز، عنده شقه. عندك شقه؟ ايه اللي شقه شقه؟ هو انا سمسار ولا عريس يا عمي؟ اسمع يا ابني، تحضر الشقه على عيني وراسي، ما تحضرش الشقه مع السلامه. سكه اللي بره. اتفضل اتفضل. طب يا عمي بقول لك ايه، انا مستنيك يوم ما تقول لي انك جاهز وعجبت الشقه كده برضو تكسفني يا عمي. مع السلامه. طب يا عمي طب يا عمي مع السلامه. طب وانا اجيب شقه منين دلوقتي؟ طب انت كنت بقى تجري ورايا ليه وتخليني اتعلق بيك لما انت ما انتش عايز تتجوزني؟ انا مش عايز اتجوزك. ايوه ما انتش عايز تجي اهو، ما انتش عايز تجيب شقه اهو. طب انا اجيب شقه منين دلوقتي؟ طب رينا اعمل ايه؟ اضل واضح حكمته، ده قال لي شقه بلدنا دي خلوها 2000 جنيه. يا اخويا بدل ما تفضل سلبي وتقعد تقول لي اعمل ايه يا زينب اعمل ايه يا زينب، تعالى نحط دماغاتنا في دماغات بعض وندبر حالنا. لا دماغي ولا دماغك فيها فلوس، يبقى ايه فايده دماغتني؟ وبعدين معاك بقى يا شعبان. انا لقيت الحل. احنا لو حوشنا مهيتك على مهيتي نقدر نجيب شقه، بس بعد سن المعاش. حلوه، تبقى للورثه. يعني بقى لا انت عايز تجيب شقه ولا عايز تفكر تفكير سليم، وكمان عمال تهزر لي. انت باين عليك من الشباب اياهم اللي يقعدوا قضوا وقت مع البنات كده وبعدين ما يتجوزوهمش. اني منظر واحد يعمل الحاجات اللي انت بتقول عليها دي؟ من فضلك ما تكلمنيش، انا اتاكدت بعمايلك دي ان انت ما بتحبنيش. يا زينب انا عايز اقول من فضلك بقى تقطع علاقتك بيا خالص وتنسى انك كنت تعرف واحده اسمها زينب، حتى صباح الخير ما تقولها ليش. زينب يا زينب عودي يا زينب عودي، اهلك في انتظارك يا زينب. على السلامة سعادة البيت. على السلامة. أهلا 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 يا سعادة البيت. أهلا أهلا يا سعادة البيت. ده إيه النور ده كله يا سعادة البيت؟ أهلا أهلا بيك. أهلا أهلا. هتستغلوني ولا إيه؟ ورايا ورايا في كل حتة وإحنا نقدر نستغنى عن سيادتك؟ طول عمرنا مالناش قيمة من غيرك. وإيه اللي أنتوا زارعينه في الجنينة ده؟ ده فل وياسمين يا سعادة البيت. هعمل إيه أنا بالفل والياسمين؟ عاوزين يمتعوا نظر وسم سيادتك. روح ازرعوا حاجة مفيدة ليها فايدة، ارغم ملوخية، شوية بامية، مش طولي نظر وشم. معاك حق. فعلا يا سعادة البيت معاك حق. ولدي العزيز فريد، تحية طيبة.
وأرجو أن تكون بخير. وبعد أزف لك هذا النبأ الهام، فقد عادت الحراسة جميع أملاكنا وأقوم الآن بالتصفية، وسيتم بذلك كل شيء خلال هذا الأسبوع، وما أن أحصل على المال حتى آتي إليك في فرنسا ليجمع الله شملنا مرة أخرى بعد طول انتظار. اطمن، الجميع هنا يعتقدون تماما أنك قد مت فعلا، والحمد لله إن هذا السر ظللنا محتفظين به طوال هذه السنوات. أوصيك بنفسك حتى أراك قريبا جدا جدا بإذن الله. والدك الغطريفي. خمس تشويلة سماد يا حاج، روح استلم. شايفين يا سيدي؟ الصباح لله يا جدعان. صباح الخير. ما تعبرونا يا خال، ده احنا ناس جدعان قوي، غيرش بس الزمن هو اللي ضربنا بومبه. مرة واحد طلع المعاش معرفش ينزل. حلوة حلوة، بلاش بلاش. طب مرة واحد كان غلبان قوي وبعدين بقى غلبان قوي زيادة يعني. بلاش دي بلاش. لقيتها زينة، لقيت الحل، حاجين الشقة بس في عرض جاه النبي، خد ودي معاني. حل ايه؟ اهو كده عبريني احسن من ساعه انت ما كنت مخصماني وانا ما بنامش الليل. يو حل ايه بقى يا شعبان، ولا بتهزر؟ انا ما بهزرش. انت عارف الراجل القريب الغني قوي ده؟ ماله ده؟ اللي انا زرته ده؟ اه. لحسن الحظ انه موجود في البلد الايام دي. طب ده هيعمل لك ايه؟ لا هيعمل لك كل حاجه، مالكيش دعوه انت، بس انا هصرف معاه. ده بيحبني قوي. ايه؟ عارفه الدليل انه بيحبني؟ قال لي ايه؟ ايه؟ قال لي ازاي والدك؟ ايه ليه؟ شوف الراجل وحلاوته لما يقول لي ازاي والدك. تستنيني في البيت النهارده، هاجي لك ومعايا حل. سلام يا حبة القلب، ما تجيبي قبلي. صباح الخير يا ابو الغطريفي. بيه ده شعبان ابن محمود الغطريفي. قال انت ست ولا ايه يا بيه؟ لا ما نسيتكش. خير خير ان شاء الله. أنا بس كنت يعني عايز حضرتك كده في كلمتين. قول عايز إيه؟ بقول يعني أصل أنا زي ما تقول كده يا بلبيه داخل على مشروع جواز. مبروك. الله يبارك فيك. وكنت بقول يعني كده يعني أصلي أنا كنت يعني زي ما تقول. الله، ما تقول يا ابني وتخلصنا. حاضر يا بيه. تسمح لي أقعد يا بيه؟ أنا زي ما تقول كده عايشة. تكونش فاكرني سمسار؟ لا يا بيه العفو، لا سمح الله. انا بس بقول يعني ان احنا قرايب، وانا من لحمك برضه، وانت كبرني، واليد العليا خير من اليد السفلى، ومن قدم شيء بيده التقاه. ايه يا ابني اسلوب الشحاته ده؟ عايز ايه؟ شحات ليه يا بيه؟ لا سمح الله. انا بس كنت بقول يعني عايز من حضرتك 2000 جنيه سلف. ايه؟ سلف؟ ما تجعسي يا بيه. ما هم انا عايز 2000 جنيه سلف، وهردهم لحضرتك كل شهر 2 جنيه. هكتب لك بيهم كمبيالات، برضه ما حدش ضامن الموت من الحي. عارف يا بيه؟ الشقه اللي انا هاخدها 3 مطارح، ربنا هيكتب لك في الجنه 3 مطارح بعفش ميتهم. ايه الولد المعتوه ده يا عبد الجواد؟ يلا يا شعبان فرصه ثانيه. فرصه ايه يا ابو عبد الجواد؟ يا ابو الغطريفي طلع الولد ده بره، انا مش ناقصك، مش عايز وجع دماغ. اخص عليك يا ابو الغطريفي اخص. طلع الولد ده بره. حاضر حاضر، بس اهدى زيادتك، تعال. هو انا عملت حاجه زعل؟ لا ابدا، بس تعال معايا يلا يا ابو الغطريف. طب خليهم 3 جنيه كل شهر يا ابو الغطريف. اطلع بره. اطلع بره فين؟ هتودي الفلوس دي كلها فين؟ خليهم على قلبك كده. يلا بره بقى. طب يا ابو الغطريف. على اذنك. اتفضل. شعبان افندم، انتوا بعتولي ايه الحاله اللي عندكم؟ حاله؟ سيادتك يا فندم غلطت، ده
العيان فوق في الدور الفوقاني. انا مش دكتور، انا السباك. مين يا زينب؟ هو ده البيت سباك يا اما. هو حضرتك سباك؟ ايوه. يعني بيصلح حنفيات وبوابير جاز؟ ايوه. اتفضل. كان لازم تبعتولي بدري شويه. لخير؟ هي الحنفيه حامل؟ لا، محتاجه قلب. عندكوا قلب ولا تاخدوا قلب من عندي؟ قلب؟ لا، احنا ما عندناش قلب. طب من فضلك نشف الميه علشان اعرف اشتغل. لا تطمني، ما تتخضيش. انا مش قلت لك اطمني يا هانم؟ هو الحساب كام يا حضرتك؟ جنيه كشف وجنيه تغيير القلب، يبقى الحساب كله 2 جنيه؟ 3 جنيه، علشان في جنيه رسم طلوع سلم. ده كتير يا حضرتك. من فضلك، انا ما احبش حد يفاصلني في شغلي ابدا. طب وعشان خاطري؟ عشان خاطرك من غير فلوس. لا، انت هتجب علينا يا اخويا. خد 3 جنيه بتوعك هم. اتفضل. اوعى بقى، امشي امشي. مع السلامه. 3 جنيه تصليح حنفية يا عالم. أنا عارفة أنت ما اشتغلتش سباك ليه يا شعبان؟ سباك؟ عيب يا زينب، عيب. ده أنا راجل محترم. ده أنا أهلي صرفوا عليا دم قلبهم. أنا معايا ثانوية عامة. رحت مدارس وجيت من مدارس وابتديت من جدول الضرب وقالب به ت. ده كفاية الاستاتيكا والديناميك ومركز الثقل وتقولي لي أبقى سباك؟ طب خلاص، أنت مالك نافش ريشك كده؟ ما تكونش قابلت قريبك الغني؟ أيوه. طلبت منه 2000 جنيه. 2000 جنيه؟ طب عال، اتفضل بقى، ابويا زمانه جاي دلوقتي. قول لي، وجبت الفلوس الحمد لله؟ انا طلبتهم بس. ايه؟ هيديهم لك امتى؟ مش هديهم لي. امال ايه؟ طردني. طردك؟ امال انت جاي ليه؟ جاي عشان اتحال على ابوك كمان مره. اتحال على ابويا؟ انت عارف ابويا ما بيحبش الحال المايل، لو سمع الكلام الفاضي اللي انت بتقوله ده هيمنعنا اشوفك خالص. طب اعمل ايه بس انا يا زينب؟ العين بصيره واليد قصيره. اعمل ايه؟ اعمل ايه بس يا عالم؟ الصوره مع دماغكم في الاخر. ايه كان امير، كان امير. ان شاء الله تبقى تشوي في نار جهنم يا غطريفي. كان هيخس عليك حاجه لو كنت اديتني 2000 جنيه افك نفسي بيهم في شقه. ان شاء الله يبقى ربنا ياخدك كمان مره. امير، كان امير. يلا ربنا يسامحك، هنعمل ايه؟ امشوا زي الجزم في الدنيا لا تتضربوا بالبلغه القديمه في الاخر. انا بقول لكم اهو. يلا. عملت حصر بالممتلكات وحسبت التركه؟ طبعا، حوالي 6.5 مليون. 6 مليون جنيه يا ما انت كريم يا رب.
هينوب كل واحد مننا كام يا صاحب جواد؟ مش وقت الكلام ده دلوقتي. ايه دنيا؟ المعزة خلصت. سعيكم مشغول. الله يرحمك يا ابو الغطريفي. صحيتني ليه يا ابو عبد الوهاب؟ كنت سيبني نايم علشان انسى انه مات. يلا يلا تمام. بقول ايه يا ابو عبد الوهاب؟ هو المرحوم كان موصيكم ما توزعوش سجاير حفاظا على الصحه العامه؟ المعزة خلصت. طيب هو انتوا مش هتعشوني؟ يلا بقى. يلا امشوا زي الجزم في الدنيا لا تتضربوا على قفاكوا في الاخره. كل واحد هينوبه كام من الميراث؟ هبره جامده. اقل واحد فينا هينوبه مليون جنيه. يا ما انت كريم يا رب. من بختنا ان ابنه الوحيد مات في فرنسا. انت بتحلمي. احنا مش هينوبنا الا ملاليم. ليه؟ مش احنا دلوقتي الورثه الشرعيين؟ في نظر القانون احنا ورثه من بعيد. احنا حواشي من ضمن عشرات غيرنا من حواشي. وكل من هب ودب من القرايب هيظهروا ويطالبوا بالميراث. ده غير نصيب الحكومة. يعني بعد التصفية كل واحد مننا هينوبه ملالي. لا ده ظلم. 6 مليون جنيه يطيروا مننا؟ يطيروا من قدام عينينا عونطة؟ مفيش غير حل واحد. ايه هو؟ إن ابنه ما يكونش مات. يعني إيه بقى؟ ابنه فريد مات وشبع موت، ولو كان عايش كان هيورث لوحده. اسمعوني بس. ابنه مات ده صحيح، لكن الحكومة ما تعرفش إنه مات علشان مات في الخارج. مظبوط؟ مظبوط. لو جبنا واحد وقف قدام الحكومة وقال أنا فريد الغطريفي هياخد الثروة كلها. يعني قصدك نجيب واحد من طرفنا ويقول انا فريد الغطريفي؟ بالظبط. وهي الحكومه بريال عشان تصدق؟ اي واحد هيقف يقول انا فريد هيقولوا له اهلا وسهلا يا سي فريد. يا ناريمان، في نظر الحكومه الانسان مجموعه اوراق، شهاده ميلاد، فيش وتشبيه، بطاقه شخصيه الى اخره. مظبوط. مادام فريد هرب لما حطوا ابوه تحت الحراسه، وبما انه مش هيرجع علشان مات، ممكن نجيب اي واحد نعمله الاوراق المطلوبه ويبقى هو الشخص المقصود. ومين اللي هيزور الاوراق دي كلها وازاي؟ سيبي العمليه دي عليا انا، الفلوس بتعمل المستحيل. ايوه بس دي لعبه خطره جدا علينا. ولا خطره ولا حاجه. وحتى لو كانت خطره، خطره عليه مش علينا احنا، لان المفروض هو اللي زور وهو اللي عمل كل حاجة. موافقين؟ أنا موافق. أنا ما عنديش مانع. طب مين الشخص اللي هيقبل حكاية زي دي؟ موجود. وكل المواصفات منطبقة عليه. غلبان، محتاج، ساذج، مش طماع، ومقطوع من شجرة. يا شعبان! شعبان! فيها يا متولي؟ أنت عملت إيه يا شعبان؟ عملت ايه فين؟ وفين الاصلاح مزعبب ولا هتقول الواد شعبان؟ وايه اللي زعببه؟ انت بتسالني؟ العلم عند الله. ده مسك دفتر الاباني من هنا ولا هتقول الواد شعبان من هنا؟ تعالى معايا. اتفضل. انت بتحاول التحقيق يا سيد وهيتخصم منك نص شهر. ليه بس يا بيه؟ البهايم خاسه. وانا مالي؟ هو انا كنت باكل اكل ايه؟ انا ماليش دعوه. الاباني بيقول كده وانت مسؤوليتك البهايم. طب مش لما تبقوا تثبتوني الاول تبقوا تخصموا مني؟ ده انا موظف زهرات يا بيه. الله بلاش غلبه بقى. لما البند في الميزانيه يسمح هتثبتك. 4 سنين والبند لسه ما سمحش. اوه انت هتقلب دماغي بقى. اتفضل يا سيدي روح شوف شغلك. اللي بيحصل ليه ظلم. كل يوم والتاني يخصموا مني. عايزين نصرف على اصلاح الزراعه من ماهيتي. اهو
شعبان. مين؟ ابويا عبد الواد. اهلا اهلا اهلا. السلام عليكم. شاي ولا؟ مفيش داعي. مفيش داعي ولا؟ مجلس العيله عايزك لامر مهم جدا. عيله مين؟ عيلتنا. ما انا ما اقدرش اخرج دلوقتي يا سعاده البيت. بس تعالى معايا. دي فيها اربع ايام خاص، الميه تروح كده. ولا يهمك، تعالى بس. خلاص فهمت. ها قلت ايه؟ ما تتكلم يا ابني، قلت ايه؟ ورحمة الغطريفي ماني فاهم حاجة، أنا عايزك تقول لي الكلام من الأول عشان أنا فهمي تقيل شوية. هتقف قدام الموثق، هيقول لك أنت فريد، تقول له أه، والباقي علينا إحنا. أقول له أه والباقي عليكم أنتم؟ كل حاجة معمول حسابها. بمنتهى الدقة. أنت مش كنت بتدور على 2000 جنيه؟ خلاص هتاخدهم. وتتجوز خطيبتك وتعيشوا في تبات ونبات. وتخلفوا صبيان وبنات. وبدل ما فلوس الغطريفي بين اللي كسبها بعرق جبينه تروح تستنى في العيلة. طب هو يعني المبلغ كام؟ انت مالك بقى؟ انا مالي ازاي؟ مش انا اللي هستلمها؟ مش انا اللي هورثها؟ افرض يا ابني اي مبلغ، انت مالك؟ انت هتاخد ال 2000 جنيه، الباقي مالكش دعوه بيه، ده فلوسنا احنا بقى. ايوه بس كام يعني المبلغ؟ وانت مالك يا اخي؟ يا سيدي ريحه وقول له المبلغ 6 يا شعبان. 6000 جنيه؟ لا 6 مليون. هو قال كام؟ 6 مليون جنيه. 6 مليون جنيه. 6 مليون جنيه. 6 مليون. 6 مليون. 6 مليون. وعايزين تدوني 2000 جنيه. لا لا يا عبد الجواد، لازم تزودهم شويه. خلاص خليهم 3000 ولا اقول لك 4. لا يا شيخ 4 ده كتير قوي. شوفوا يا اخواني، انا هلعب معاكم اللعبه دي بس اخد نص الورث. انت مجنون؟ لا حرام، وانتوا كمان حراميه، ومن حضر القسمه فليقتسم. لا يفتح الله، يلا ورينا عرض كتافك. صدقكم بعافيه. السلام عليكم. تعالى رايح فين؟ سيبيه خليه يغور في 60 داهية. نسيبه ازاي بعد ما عارف سرنا؟ لك حق. هنديلك 10000 جنيه. النص. خليهم 20000. النص. يا ابني ورانا مصاريف كتيرة. النص. طب خليهم 50. النص. لا غور في 60 داهية بقى. هو ايه اللي يغور في 60 داهية؟ هو احنا قدامنا حل تاني غيره؟ اجري هاته ما تضيعوش. يا ابني احنا 4 وانت 1، نفرق بالعدل. النص. طب خليها التلت. النص. موافقين؟ ده انت طلعت داهية. الشهادات الدراسية شلنا منها صور فريد وحطينا بدلها صورك انت، بحيث بقيت انت فريد الغطريفي. اتفضل ادي بطاقتك يا سي فريد. بس كله لهف. لكم في عونك. المهم يعني كل حاجة سبكت يا حبيبي. انا قلت لك قبل كده الانسان قدام الحكومة مجموعة اوراق، وكل اوراقك انت سليم. لو هتدن في ملطة دلوقتي محدش هيصدق غير انك فريد الغطريفي.
فريد الغطريفي، فريد الغطريفي. يلا بينا. على فين؟ على محكمة اسكندرية. طب مش هلم حاجات الأول؟ حاجاتك إيه يا ابني؟ أنت على رأي المثل، لا وراك ولا قدامك. يلا تعالى تعالى. خارج اسوار السجن. السجن ايه؟ واحنا بنلعب. ما يمكن يكتشفوا التزوير ونروح في ابو نتي. تزوير ايه يا استاذ؟ مو احنا بتوع تزوير؟ احنا الاصل نفسه. كل الاوراق اللي معانا اوراق فريد نفسه. يلا يلا ما يعطلناش. يلا بشجع بقى. مين فريد الغطريفي؟ ايوه. انا. انت فريد الغطريفي؟ ايوه، انا فريد الغطريفي. معاك بطاقة؟ لا، أيوة معايا البطاقة طبعا. فين الشهود؟ أنا عبد الجواد محمد الغطريفي. والشاهد التاني؟ بيتهيألي بقى نخلص من الشارع عشان نستلم الفلوس. العقود جاهزه والشارع جاهز ومعادنا معاه بكره. خد الله. يلا بقى. ما انت كريم يا رب. قعدت على الاوراق كلها تمام؟ تمام يا فندم. وانتوا الفلوس اللي وصلت لكم مظبوط؟ مظبوط. فريد بيه ممكن تمضي؟ فريد بيه نعم. ممكن تمضي؟ ياما انت كريم يا رب. مبروك. الله يبارك فيك. وهنستلم الفيلا امتى؟ بكره ان شاء الله. وباقي الممتلكات في خلال 3 ايام. على خيره الله. السلام عليكم. مبروك. سلام ورحمه الله. معاك 3 مليون جنيه لوحدك وبتدق على 30 جنيه. يلا زكاة عني وعن عفيتي اقبلوهم على عينيكم. ان شاء الله هتشتري بهم شيش تحطوه في عينيكم وتتدغمسوا. ده تكو نقطة. سلام عليكم. عرفيني فريد بيه. راجع البلد قبل المغرب ما يدى. البلد ده انت اتجننت؟ انت تنسى البلد دي نهائي. ليه ازاي؟ انت عاوز ترجع بلدكم ومعاك 3 مليون جنيه؟ وايه يعني؟ شوف بقى، انا هبني مسجد وهعمل مشروع تربية دواجن، وهجيب جمجموسه على معزتين، واعمل اصلاح زراعي خصوصي. نكاتك الوكيل. فريد بيه، بلد صغيرة زي بلدكم، الناس هتلاقي معاك الأموال دي كلها، مش هيستغربوا؟ أيوه طبعًا هيستغربوا. أنت عاوز تجيب لنفسك ولنا مشاكل؟ طب دلوقتي وخطبت؟ لا، سيبك منها بقى. شوف أنت بقيت فين وهي فين. لا 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 لا، لا يا نريمان هانم، إلا دي. على كل حال انساها دلوقتي، وبعدين هنلاقيك 100 صرفة وصرفة. طب وانا هعيش فين دلوقتي؟ في مصر، القاهرة. هناك الناس ما تعرفش بعضيها ومحدش له دعوة بحد. ايوه بس ما بسش، هو ده عين العقش. وانا يا سيدي هدبر لك عيشة قبها في القاهرة. انا بيتي موجود وتحت امرك. وانا جاهز وفي خدمتك. ولا بيتك ولا بيتها. بس انتوا هتتخانقهم. شوف انا اهلا وسهلا، انا هنزل عند نريمان هانم لغايه ما يبقى ربنا يدبرها بمعرفته. بس انا عايز اروح البلد برضه. ليه تاني؟ معلش مشوار ساعه الزمن. نوصلك ونستناك. بس اوعى تجيب سيره لحد. ايه انت فاكرنا عبيط؟ عنك. وانت فاكرنا عبيط ولا فاكرنا عبيط؟ ولا فاكرنا عبيط يعني؟ زينب يا زنوبتي. شعبان
فين؟ ده وكيل الاصلاح سأل عليك وخصم لك 3 ايام وقال لي الراجل ده ما ينفعش يثبت ابدا. كنت فين؟ شغلتني عليك. ده انا رحت الحاره وبعدت اسال عليك قال ايه؟ قالوا لي في قفل على الباب. وايه الشنطه دي؟ انت كنت مسافر ولا ايه؟ لا اصل انا كنت في مشوار ورايح مشوار. رايح فين؟ نازل مصر. نازل مصر؟ ليه؟ لقيت شغلانه هناك انما ايه هايله. ايه؟ تتكلم جد؟ طبعا يا زنوبتي. طب وانا؟ ما هو انا جاي لك عشان كده يا زنوبتي. انا هروح مصر يعني حرست حالي وروق الاناني وجات لك على طول. مره واحده؟ لا مرتين يا زنوبتي. ما تفوق يا شعبان وتصحى. مش لاقيين خلوه شقه هنا هنلاقي في مصر. ان شاء الله يعني ان شاء الله ربنا هيسهل بس انت ما تجيش دعوه انت. طب بس انا مش فاهمه حاجه خالص. ما هو انا هشرح لك بعدين بس اصل الوقت ضيق وفي جماعه قرايبي اللي هم شافوا لي الشغلانه بتاعت مصر دي مستنياني بره عشان نروح سوا. شعبان زين انا عايز مني الطلب. ايه؟ عايز قشين سلف؟ قشين انت الاخرى. امال عايز ايه؟ عايزك يا زينب ساعة المغربية وحينما يميل قرص الشمس الدامي بين الأطلال اسكوريني. فوتك بعافية. مع السلامة يا شعبان. ما تجيبي قبلة ساخنة. يو يا شعبان. طيب فوتك بعافية يا زين. مع السلامة يا شعبان. خلي بالك على نفسك. وده شعبان. اهلا 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 سعاده الوكيل. الحمد لله على سلامتك. كنت فين؟ في المقر الصيفي بتاعك؟ ايوه كنت في المقر الصيفي بتاعي وكنت مدلدل رجليا الشمال في الميه. زينب بعتت لي تيليكس. عارف انت التيليكس؟ قالت لي الولا الوكيل زعلان. زعلان ليه يا ولا؟ ولد ما تبرقليش ولا تجزلي على اسنانك، ده احسن اخدك باللوكش على وشك. انت بيخوفوا بيك العيال. انت مرفوض. وانت كمان مرفوض. حد يلبس جرافاته زي دي يا راجل؟ كترفت في مفاصلك. امشي امشي يا ولد، انت مرفوض. كترفت في مفاصلك، روح يا شيخ. اتفضل يا فريد بيت، اتفضل البيت بيتك. اهلا وسهلا. اهلا 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 وسهلا. اختك ست ظريفه قوي باين عليها نريمان هاني. دي شغاله. شغاله؟ ودي مش ثابته ولا زهورات؟ خد الشنط وحضر الحمام. بلاش الشنطه دي، مالكيش دعوه بيها خالص. طيب انا هسيبكم بقى وبكره الصبح هجيلك، اوكي؟ مع السلامه. باي باي. باي باي. تعالى بقى اما اوريك. محمد تاخد دوش، تغير هدومك، تستريح، وحضر لك العشاء. اغير هدومي؟ اغير هدومي. الحمام جاهز يا فندم، أي خدمة؟ لا متشكر. متشكرين قوي. نعم. متشكرين قوي قوي قوي. اشرب. لا انا ما بشربش الحاجات دي.
دي حاجة بسيطة لفرفشة بس. أنا خايف لا تقلب بغم. ما تخافش، طول ما أنا جنبك مش هتقلب بغم أبدا. اشرب. قد ايه يا فريد؟ قصدي من يوم ما شفتك وانت عاجبني. ده كباب؟ كباب ده؟ اه. اصلي من يوم ما طلقت جوزي وانا عايشه لوحدي. وحضرتك اللي طلقتيه؟ اه. عينيه كانت زايغه، مع ان كل اللي يشوفني يقول لي مفيش احلى من كده. وانت رايك ايه؟ أنا بس خايفة تنزل لك اللوز. ما تخافش. من يوم ما طلقت جوزي وأنا عايشة في البيت ده كله لوحدي. مش لاقي الراجل اللي يملاه عليا. ربنا يوفقك ويرزقك بين الحلال. لو لقيته أنا عبديه بعناية. حلوة أوي اللحمة دي. دي من كام الكيلو؟ اسمع يا فريد. أنا عايزة أقول لك على حاجة مهمة أوي. خد بالك من عبد الجواد والعيلة كلها، دول ناس طماعين قوي. لا ما تخافيش عليا، بس هيدا اللحمة دي بتلو بتلو. فريد. نعم. أنا شايفك مش مستريح في القعدة. تحب أشيل لك الشنطة بمعرفتي؟ لا ده أنا مستريح قوي. حد يبقى قاعد على 3 مليون ومش مستريح؟ مش مستريح قال. أنا هدخلك دنيا حقيقية، هخليك أسعد إنسان. أنا عايز أنام. تعب يا حبيبي. مش كده؟ بس اللحمة دي هايلة. متلو. صباح على خير يا غادة رشيد، ربنا كتر لنا من لحمكم. بدل العيش ابو زرع بتاعكم ده.
نظرية برضو. بعد الظهر هكون دبرتها لك وبالمرة اجيبها لك جاهزة مفروشة بالسرعة دي. يا فريد بيه، بالفلوس تقدر تعمل كل حاجة وبمنتهى السرعة. اتفضل، ادي 5000 جنيه اهم، مع اللي معاك يبقى 150000، انا عديتهم 3 مرات. متشكر، الدار امان. نسجل بكره ان شاء الله؟ ان شاء الله. الف مبروك. مع الف سلامة. الله يسلمك. مع السلامة. انا هوصل رسالة، اتفضل. تمام يا فندم؟ تمام. متشكر. جنيه عمولتهم 10%، يبقى انا عايز 15000 جنيه دلوقتي. اتفضل. ايوه كده. ايوه كده. مش تبقى قريبي وحبيبي والسمسر عليا؟ لا سمسره ايه؟ ده انا كنت عاملها لعبه عليهم. مش كده؟ وهو اللي بناخده منهم احسن من عينيهم. ما انا بقول كده برضه. بقول لك ايه؟ نعم. ما تخلي طعم الشغالين والبواب زي ما هم. ايوه ونثبتهم. ما يكون سهراء. استريح انت دلوقتي وانا اجي لك بكره. بقول لك ايه؟ يا لئيم يا لئيم انت. مساء الخير. دودي مين يا ست انت؟ ما عندنا حد اسمه دودي هنا، النمرة غلط. مش فريد بيه؟ انت ما عرفتش صوتي ولا ايه؟ انا نريمان. اهلا يا رمرم هانم. ماني دودي وانت رمرم. رمرم؟ الله. اسم الدلع يجنن. الف مبروك على الفيلا. انا خدت النمرة من عبد الجواد. حبيت اكون اول واحده تهنيك. عشتي يا رمرم الله يحفظك. انت عندك ايه الليله؟ لا بقى، انا الليله دي في تجلي ما بعده تجلي. ما كنتش احلم ان انا وهم هنبقى في يوم تحت سقف واحد. ودي يا مسيد دخلي الحاجات في اوضه البيت. حاضر يا بيه. الله، ايه الحاجات دي كلها تعب جواب؟ فريد بيه الغطريفي لازم يظهر في منتهى لبها. هو انا مش لبها، ما انا لبها اهو. يعني برضه يا فريد بيه. بقول لك ايه، ما تاكل فحل البصل ده. لا 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 لا، مانيش فيه ده. طوعني كله، هيخليك زي الحمار. انت حر. قال لي قول لي يا جواب، انت حسيتني في مصر كده من 4 حيطان؟ لا ازاي؟ ده انا عامل لك بروجرام يجنن. ايه هو؟ المتحف الزراعي، القناطر الخيرية، جنينة الحيوانات. متحف زراعي؟ بقى انا جاي من الفلاحين، توديني متحف زراعي؟ يا راجل انت، انا عايز حاجات من بتاعت الناس العتاولة دي. يا خلبوس انت. انا جاهز. وانا كمان جاهز.
قوي. اسمك ايه؟ فريد بيه الغطريف. المليونير العظيم. اموت انا بالعظيم. ولا في اللي بغير بغير يلا طيب اسبقوني على ما اجيب شنطتي من جوه يلا يلا وبسرعه بسرعه على فين يا جميل كنت ايه مليونير مين ده فريد الغطريفي فريد الغطريفي فريد الغطريفي هو جه تاني مش خايف ده ولا ايه اتفضلي ميرسي
يا صباح النور، يا اهلا بعود القصب اللي من غير زعزوعه، يا بيت مرحب بالعصعصه، يا الف مرحب بالانيميا المزمنه. اهلا 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 وسهلا. يا عم ده بواب. ايوه اصحاب البيت. 3 كيلو كباب خالد ده، وازازه بيره ساعه، وعلب السجاير سوبر مستورده، وبرطمان مربى خرس البقر. الطلبات جاهزه يا بيه. ايوه ايوه الي. اهلا وسهلا. اتفضلوا. اهلا وسهلا بالمتخته. اتفضلوا. سباك وماله سباك؟ راجل كسيب وعنده شقه. يابا ده متجوز وعنده عيلين. يا بنتي عيل اتنين تلاته اربعه، انما ده عنده شقه مش متجوزاه، فاهمه؟ يا كنت مستنيه الجدع ده اللي اسمه شعبان. ها ده غطس مهبش هيقب الغايب حجته معاه. يا اختي اللي ما قال عليه يبعت كلمه في جوابه للصفر. لا هيبعت ولا هيجي، وان جه هيجي ايد ورا وايد قدام. الخايب يبقى طول عمره خايب. اسمعي كلام يا بنتي، هو حد طيب يتجوز الايام دي؟ يابا هستناه، ده مقابلك ومكلمك وقايل عليا. ذنبك على جنبك. صباح الخير. اهلا يا عبد الجواد. هلو هلو. نعم شال ارقام جان. انا رايي ايه؟ بتقول ايه؟ بتقول لك تجي لك تاني. انت ممكن تيجي تاني في اي وقت. البيت مفتوخ، البيت مفتوخ، وانا ابقى مبسوط وانت تبقى مبسوط. اجي البيت مفتوخ، انت تيجي في اي وقت. باي 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 باي. شفت الانجليزي بتاعي عظيم؟ عيني برد عليك. مستورد معلم. الو الو فريد بيه، دفعة العربيات الجديدة وصلت يا فندم. بالنسبة للعربية اللي حضرتك حاجزها تقدر تيجي تستلمها في أي وقت النهاردة لو حبيت. طيب أوكي أوكي. أنت خارج؟ ما هستلم العربية الجديدة. طب ما أجي معاك أسوقها لك على الأقل. لا أنا محضر السواق، مالكش دعوة أنت. الزحمة والمصاريف
الخير عشان دي اول دفعه تنزل مصر للموديل. يا سلام. كلها شقاوة دي غلبان؟ كده. مين اللي بيرقص مع ناريمان ده؟ ها؟ ده فريد بيه الغطريفي مليونير. اتجوز؟ عازب. ما كنتش عارف تتعرف عليه؟ أنت ناسي إن عندنا بنت؟ طب ما البنت اتجوزت. أنت جاي تقولي الكلام ده النهارده يوم فرحها؟ فرح الندامة. هو ده عريس كنت تجيبه لها؟ على العموم لازم تتعرف عليه، نديله البنت التانية. البنت التانية عندها 9 سنين. هو ماله استناها؟ عجباك الدوشة دي؟ بيتهيألي قلقاكي مش عارفة تنامي. بس المخدة مريحاني. طب ما تيجي ناخد المخدة ونروح. زي ما تشوف. مش كده؟ يلا حلو. تعلن شركة منصور شيفورلي عن وصول أول دفعة من سيارات شيفورلي سايتيشن، وقد كان أول المستلمين السيد الغطريفي. يا زينة يا زينة. إيه؟ تعالي شوفي أوان. إيه؟ بصي كده، مش ده شبه شعبان؟ شعبان مين؟ إيه اللي هجيب شعبان في التلفزيون؟ ده هو فعلا هو. وعلى السادة الحاجزين التقدم لاستلام سياراتهم من معرض الشركة شارع جامعة الدول العربية المهندسين. هو ايه انت كمان؟ ده راكب العربية اللي اشتغلها، عربية بالشيء الفلاني. يابا ده شعبان. يا بنت بلاش تخاريف امار. بقى هو هيركب عربية زي دي؟ ده اللي زي ده يركب قمار. اللي يركب عربية زي دي الناس المتاخن بتوع الاستثمار. بقى انا هغلط في شعبان؟ ليه لا؟ هو كان من بيت اهلك. يوه يخلق مش شبه 40؟ لا بقى، شعبان. انا متأكدة.
ايوه هنا بس مشغول النهارده. يعني ايه؟ يعني فرصة تانية بقى. فرصة تانية ايه؟ ده انا جاي له من اخر الدنيا ولازم اقابله النهارده ضروري. انا مالي، خشي. افندم، هو عبد المغفل ما قالكيش مش عايزين النهارده ولا عايز يسترزق وبس؟ جرايه يا ست انت، وانا جاي اشحت منكم ولا جاي اغسل لكم الغسيل؟ لا العفو، انت ارفع من ذلك. يو يا ست، من فضلك. هو ايه في ايه الدوشه دي؟ زينة، يعني انت مظبوط؟ زينة خش يا مسيد. امرك يا بيه. تعالي يا زينة، تعالي. كلهم ما كانوش مصدقين ان اللي شافوه في التلفزيون هو انت يا شعبان، لكن قلب المؤمن دليل. انا كنت متأكدة ان اللي شفته بعناية في التلفزيون هو انت. ايوه انا يا زينة. وايه الحكاية؟ ايه اللي حصل؟ كنا فين وبقينا فين؟ اصل انا ما قلتلكش ايه الحكاية. انت ما قلتليش غير على حاجة واحدة بس، انك نازل مصر تدور على شغل. ايوه ما انا ما انا هقول. تعالي بس، تعالي انا هقول. تعالي يا زينة، تعالي اقعدي هنا. لقيت شغل يا شعبان؟ ايه؟ اه طبعا. امال ايه؟ لقيت شغلة ايه العظيمة اللي انت لقيتها دي؟ شغلة ايه اللي تخليك تعيش في القبهة دي ما بين يوم وليلة؟ اوعى تقول لي انك لقيت خاتم سليمان ولا ورثت خالك اللي مات في اسطنبول. اصل عصر الحواديت ده انتهى. حواديت ايه يا زين؟ ابو خيال ايه؟ ده انا اللي حصل لي اقرب من خيال. اني جالي عبد ال على مو مش وقته، وانا هبقول لك بعدين يا زينه. تقول لي ايه؟ تقول لي ايه وتعيد لي ايه؟ انت يا فندم بكل اسف سرقت لك سريقه. ايه يا زينه؟ وانا كنت حرام ولا كنت حرام؟ خلاص بلاش، تبقى اختلست لك اختلاسه. اختلس من مين؟ من الاصلاح الزراعي؟ اختلس منه ايه؟ شويه برسيم؟ ده انا بصرفه في الجمعه قد ميزانيه الاصلاح الزراعي في 3 اشهر. طب فهمني لما انت ما انتش مختلس، ولما انت ما انتش سارق لك سريقه، ولما انت بتكسب بالحلال قوي كده، ايه العيشه المفنجره اللي انت عايشها دي؟ ها؟ لما انت عايش بالحلال ما جتليش البلد ليه يا شعبان؟ 100 سؤال يا شعبان مش لاقيه لهم جواب. ماني كنت جاي لك، بس ماني هقول لك، اصل انا كنت هاجي لك، بس اللي حصل بقى ان ربنا فتح علي وان ما تيجي بقى يا حبوبي. فربنا فتح علي، ربنا فتح عليا قوي قوي قوي، ربنا فتح عليا قوي، وانا كنت جاي لك بس اللي حشني. مش في صوت جاي من جوه؟ ما في صوت، بس ما انا هقول لك الصوت ده جاي من ايه. الصوت ده جاي يا زينب لان انت عارفه القاهره مزدحمه بالسكان، والفيلل في مصر كل فيله جنب الفيلا الثانيه، فتلاقي الفيلا ملزقه ببعض، وبالتالي الاصوات تتداخل في بعض، فتبقى قاعده كده تلاقي الصوت جاي لك وانت قاعد. فالصوت بقى، انت عارف احنا كام؟ انت عارف يا زينب احنا 43 مليون. 43 مليون نسمه، يعني 412 طفل في الدقيقه. 6112 طفل في الساعه، 72,000 طفل بيتولدوا في اليوم، فتقومي تقولي لي ايه؟ فانا كنت جاي لك، انما اللي حشني حقيقي يعني. اللي حشني يا زينب ان 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 ان, إن, إن انني كنت يعني واخد بال حضرتك؟ يلا يا حلو، تعالى بقى. الكثافة السكانية يا زينب بتخلي الناس تهج، يعني شوفي تقول لك يلا يا حلو تعالى بقى، لأن الزحمة تخلي الناس تقول يلا يا حلو تعالى بقى من كتر الزحمة. يعني هو دلوقتي يعني مش الصوت ده جاي من جوه؟ لا ده جاي من الزحمة، جاي من يلا يا حلو تعالى بقى، لأن الناس بتبقى هجة ببعض وزحمة ببعض، فتقول يلا يا حلو تعالى. 412 مليون طفل في الدقيقة يا زينب. أنا كنت جاي لك يا زينب، إنما اللي حشني حقيقي يعني. يا روح قلبي من جوه، ما بقول لك يا روح قلبي من جوه، لان الكثافه السكانيه من جوه. منين بقى؟ لان الناس زحمه، ففي ناس قاعده في حتت جوه قوي، فهم الناس عايزين يهجوا من الاكلان اللي هم فيه، هم يقول لك يلا يا حلو تعالى بقى. 412 طفل في الدقيقه يا زين. الاكلان يخلي الواحد يقول يلا من جوه كده؟ يلا من جوه تعالى بقى. شعبان. نعم. ايه السر اللي انت مخبيه عليا يا شعبان؟ انت عايش عيشه غريبه قوي يا اخي. اهدى، ده انت عايش عيشه زي اللي بيقولوا عليها ليلى حمراء. حمرت ايه وخضرت ايه يا زينة؟ ايه الكلام الكبير اللي انت بتقوليه ده؟ عيب، انا مش بتاع الحاجات دي، وانا لا اسمح من
مطلقا. ايه الحكايه؟ ايه التاخير ده كله؟ دي اصلها يعني اصل العيال لما بتولدوا بيفوروا على طول، فتلاقي جسمها فاير مع ان هي مولوده دلوقتي، يعني مولوده في ساعتها، فدي كثافه سكانيه يعني. فيا زينب انا عايز اقول لك على حاجه، انا مش عايزك تسيء الظن بيا مطلقا. لأن ايه الحكايه؟ مش عايز تيجي ولا ايه؟ دي لسه موجوده دلوقتي اهو، لان حتى تلاقيها لابسه البافيتا بتاعتها هي بتبقى بيضه في العيال، بس هم بقى جسمهم فارم كثافه السكر 412000. ده مش يا شعبان مليون عيل انت في حياتك زينب. ما انا ده كل اللي كثافه السكريه يا زينب. سيبها تمشي وتيجي بقى، دي القعده من غيرك مالهاش طعم. شوف مش هما بيقولوا ان احنا 40 مليون؟ لا، احنا كلنا 20 مليون، وانت ال 20 مليون التانيين، فكثافه سكانيه يعني. شعبان البني ادم اللي كنت اعرفه خلاص انتهى، خليك انت في عيشتك الفارغه وبقابلني، وخدها مني كلمه حكمه من فتاة دي متاه يا شعبان. زينب تعالى انا هقول لك، اصل كل دي كثافه سكانيه يا زينب. ايه ده يا بنت؟ مش هتاكل؟ اكل ايه؟ عندك على الهبل قوي. امشي يا كرول، امشي امشي من قدام. يلا بنت وهي امشي من هنا، كانت لطه بنخوخي امك عليها اكل قوي. ايوه بس ده فطور عشان انا فطور ولا حاجه، انا داخل باسم تاني في الاسم. المهم هعمل ايه دلوقتي؟ تروح لاهلك وقرايبك يدلوك ازاي ده حصل وشوفوا لك طريقه. اهلي وقرايبي كلهم عارفين يا يسري اني مت، ما اجيبش ان اي حد تاني غيرك يعرف اني حي وموجود هنا. عندك حق يا فريد. المهم اللي طلبه منك انك تدلني على اللي استولى على ثروتي. خلاص اديت، لازم تبقى لحياتي معنى يا عبد الجواد. عايز اعمل مشروع مفيد يفيد الناس وانا كمان استفيد. عين العقل، برافو عليك، خدتها من على لساني. انا لسه كنت هقول لك. طب ما احنا لسه فيها اهو. المشاريع على قفا مني شيء. طب قول لي اعمل ايه؟ ايه رايك؟ نعبي ميه في ازايز ونحط عليها اجسام وشويه اعلانات في التلفزيون.
شويه بنات حلوين يطلعوا يقولوا هذه المياه المعدنيه من شيلي، المياه الصحيه التي تنعشك وتقويك وتحافظ على الروابط الاسريه. ما ايه يا راجل انت اللي هتحافظ على الروابط الاسريه؟ طب ما تيجي بقى نبيع بالمره الهواء في اكياس نايلون عشان يحافظ على الروابط الاخويه. يا عبد جواد، يا عبد جواد، انا عايز مشروع عليه القيمه. يا فريد بيه، الناس بتلعب بالبيضه والحجر وبتكسب ملايين. يعني عندك اللي انتهز فرصه ازمه الفلفل الاسود، عارف عمل ايه؟ وانا مش عرفت، وانا كان ابويا عطار. تراب الفرن طحنه بشويه شطه وعبي يا جدع في اكياس الفلفل الاسود وبيع. عمل في سنتين 2 مليون جنيه من تراب الفرن. واحد تاني قعد ياكلنا بولوبيت مستورد اللي بيوكلوه في بلاد بره للكلاب، واحنا ما صدقنا، نزلنا عليه حتتك بتتك. حتتك بتتك على اكل الكلاب؟ ترى العالم ماشيه سهرانه في الشوارع. على بال ما اكتشفوا الحكايه ووقفوا الاستيراد كان اخينا عمل له 3 مليون جنيه. ولا شاي ابو نشاره ولا السودان المحروق اللي كان بيتباع على انه بن. يا عبد جواد، يا عبد جواد، دول ناس ما عندهمش ضمير. بقول لك عايز مشروع محترم، تقول لي كلاب وتراب الفرن. خلاص خلاص اللي تشوفه افكر لك. طب اسمع يا عبد جواد. نعم. ما تيجي نعمل عمارات سكنيه وهالناس تسكن وتفرج ازمه المساكن. اذا خدت خلو هتروح في داهيه، واذا ما خدتش مش هتغطي التجاريب. وانت دايما تعادها في وشي. طب اسمع، ما تيجي نعمل مشروع سياحي، السياحه حلوه برضه. برافو، اهو ده المشروع ولا بلاش؟ انا هدور لك على مكان سياحي ينفع لوكاندا، اهي دي الافكار النيره. مش كده؟ اهلا وسهلا. السلام عليكم. حضرتك مستني تاكسي هنا؟ حضرتك مين؟ انت تعرفني كويس قوي ومع ذلك ما تعرفنيش. حلوة خشبة حبشي. ها؟ الحكاية جد مش هزار. اصل مين فينا اللي بيهزر؟ حضرتك دخلت هنا ازاي؟ عايز ايه؟ طب مش تسأل الأول تعرفني ازاي وما تعرفنيش؟ حضرتك مين؟ لا مؤاخذة يعني. أنا فريد الغطريفي. نعم. فريد الغطريفي مين؟ فريد الغطريفي ابن الغطريفي بيه اللي حضرتك منتحل شخصيته. هو حضرتك عبيط ولا شكلك كده؟ هي دي الحقيقة. وفاجأ وأنا في أوروبا بالحركة الوضيعة اللي عملتها عشان تلهف ثروة أبويا بعد ما شركائك أوهموك إني مت. إيه رايح فين؟ لا ولا حاجة، بس هكلم واحد صاحبي اسمه عبد الجواد هو واخواته. لا 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 لا، الموضوع ده يهمني أنا وأنت. أنت اللي استوليت على ثروة أبويا، فالحساب يبقى بيني وبينك أنت. أبوك مين؟ أنا فريد الغطريفي. أنت عايز إيه بالظبط؟ عايز إيه؟ عايز الفلوس. 6 مليون جنيه. طيب ثانية واحدة، أروح أعبهم لك في الشنطة وأجيبهم لك. ولا أقول لك، اسمع، أنا أكلم عبد الجواد عشان برضه يجيب الفلوس بتاعته ونعبيهم في الشنط وتشيل. شوف اسمع، أنا مش عايز طريقة، أنا هكون عملي معاك. ثروة أبويا كاملة أنا مش عايزها، وبدل ما نخش في تحقيق ونيابة أنا يكفيني 1 مليون جنيه والباقي حلال عشان. لا ما بدهاش بقى. إيه هتكلم مين؟ هكلم البوليس يجي يحكم ما بيني وبينك. حقيقي اللي اختشوا ماتوا. أنا برضه اللي اختشوا ماتوا. أنت نصاب، بس نصاب عبيط. لو كنت انت فريد الغطريفي زي ما بتقول ما كنتش طلبت 1 مليون جنيه بس، انما اتضح انك انت عبيط جديد في الصنعه. يعني مش عايز تتفاهم بالذوق. يا ابني انا فريد الغطريفي ابن الغطريفي الله يرحمه. مفيش قوه في الدنيا تثبت عكس كده. تيجي انت بمنتهى البساطه و اتفضل مع السلامه بدل ما اجيب لك البوليس هو اللي يخرجك كده. انا ماشي مديك 24 ساعه تفكر. إذا ما كنتش هتعقل أنا هعقلك. أنا هدفعك الثمن غالي، هخليك تندم طول حياتك. ومفيش سلام عليكم.
السلام عليكم. فيش عليكم السلام. ان شاء الله عقبال عندكم جميعا. عقبال عندكم كلكم. يلا يا بنتي احنا هنسيب الناس قاعدين وانت قاعده لوحدك. اسمعي ابتسمي، في واحده يوم خطوبتها يبقى التكشير على وشها كده شبريكي. ما انا مبتسمه اهو يا ام. يمكن كنت مستنيه المنايل على عين العمر كله. ما خلاص ياما وافقتلكوا على العريس المداح والبتاح، كل لازم تقعدي تبكتيني بقى. طب اتفضلي. عاوزين نقول مبروك بقى. اقرا الاول يا عبد الجواد. تقرا ايه؟ امضي وبعدين تبقى تقرا. ده مشروع العمر. لا اصول برضه الواحد يقرا احسن الاول. انا اقرا الاول. البائع البائع ايه ده على الجوال؟ 300,000 جنيه عند التوقيع؟ مش كتير؟ كتير ازاي؟ ربع المبلغ عند التوقيع؟ انا العمليه دي مش مطمن لها، شكلها كده نصبه، وصاحب البيت شات ونصاب، وانت كمان نصاب، وانت تقوم من هنا. يلا يا حبيبي. يلا يا اخويا بلاش مفيش شاي كمان، قوم انت تقوم من هنا، قوم يا حرامين. يلا يا حبيبي انت بتنح ليه؟ يلا يا اخويا يلا ما تنحش معايا. انت رايح فين؟ ما تنحش. يلا اتفضلوا مع السلامة. يلا مستنيين ايه؟ الأستاذ فريد الغطريفي. أنا فريد الغطريفي. حضرتك الأستاذ فريد الغطريفي؟ أيوه أنا الأستاذ فريد الغطريفي. طب اتفضل معنا حضرتك. اتفضل معاكوا فين؟ خير؟ معايا أمر بالقبض عليه. القبض عليا انا؟ ليه؟ محمد عز المحامي حاضر عن المتهم. متهم ايه انت راخ؟ استنى لما اشوف ايه الحكايه. في ايه يا حضرتك؟ هتعرف كل حاجه في النيابه. نيابه؟ نيابه ايه؟ لو سمحت اتفضل معانا. نيابه ايه يا عبد الجواد؟ انت ما بتشربش حاجه ساعه ليه طيب؟ نيابه يعني. وبالاطلاع على البطاقة اتضح انه المطلوب فعلا هو اسمه فريد ابراهيم الغطريفي، المواليد الاسكندرية قسم محرم بيه، وعلى هذا الاساس قررنا حبسه 4 ايام لحين. حبس 4 ايام؟ حبس 4 ايام ده ايه يعني؟ كده هو اللي احم ولا دستور؟ مش عارف ايه الحكاية الاول. جرايه فريد 9 سنين نسيكوا اللي عملته ولا فاكرنا احنا نسينا؟ تنسوا ايه وانسى ايه يعني؟ انا مش فاهم حاجة. في حكم غيابي صادر ضدك بالاعدام. اعدام؟ اعدام 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 اللي هو يعني تحب افكرك الحكم ده كان ليه ولا افتكرت؟ الرقاصة اللي قتلتها؟ نوال. نوال؟ انا قتلت نوال؟ نوال مين؟ نوال مين؟ واعدام ايه بيه؟ انا محمد عز المحامي حاضر على المتهم. يا عم في عرض جاه النبي تتنيل وتسكت؟ بقول لك اعدام ورقاصه تقول لي متهم؟ بتعمل ايه يا فندم؟ خدها شاويش على الحجز. يا ابني خدنا على فين؟ حجز ايه؟ اتفضل يا بجد. اوعى ما تقول له حاجه يا بيه احسن يصدق ان هو بطل. اتفضل ما تقول حاجه. محمد عز المحامي حاضر على المتهم. ادخل دخلك على اخوك. شرب حبايب يا عبد الجواد. امشي يا شيخ. احنا ما عليناش حاجه بالمره. احنا بعيد عن كل شبهه. لازم اعصابكم تبقى زي الحديد.
والا هنروح في داهيه كلنا. احنا ما عملناش حاجه واحنا مالنا؟ انتوا بتخرفوا شعبان الزلقه نفسه هيروح فيها. اتبلغ علينا شعبان. ايه يا معوري؟ شعبان انتهى من الوجود خالص. واللي اتقبض عليه فريد كل الاوراق بتثبت كده. اه مظبوط. الثبات مطلوب. انا شخصيا هروح له الحبس عشان اخطر اعصابه. فريد قريبنا، لازم نقف جنبه في الورطه اللي هو فيها. بيقتل الرقاصه. بقى تبقوا عارفين انا قاتل الرقاصه وتغرزوني فيها. ما يهمكش، جمد قلبك. اجمد قلبي لحد امتى؟ لحد ما الاقي عشناوي يطير رقبتي؟ ولا هيطيرها ولا حاجه. المحامي عامل معارضه وهيعينوا محاكمتك تاني. محاكمتي تهمه ايه؟ تهمه قتل الرقاصه؟ طبعا. طبعا ده ايه؟ هو انا قتلتها؟ هو انا حاطها خالص؟ يا فريد هتتعدل. هتتعدل؟ هتتعدل لغايه امتى؟ تكونش الجدع اللي جالي ده هو فريد؟ قال ايه جدع؟ واحد جالي كده بناء قال انه فريد. انا افتكرته نصاب. يبقى فريد عايش. هو فريد يبقى عايش ما ماتش. يا فريد ما تخليش الصدمه تهزك. اقول لك فريد عايش تقول لي يا فريد؟ انت بتكلم عبيط ولا عبيط؟ انا يا عم هعترف. يا روح ما بعدك روح. انت اخينا اللي بره. عايز ايه؟ انا عايز اعترف لوكيل النيابه دلوقتي اهو. يا فريد يا فريد. انا فريد بلا زفت. انا عايز اقابل وكيل النيابه دلوقتي اهو حالا. هجيب لك وكيل النيابه منين دلوقتي؟ الصبح ان شاء الله. اتفضل معايا على الحبس. يا سعادة البيت انا عمري ما كنت فريد. انا شعبان واد غلبان تافه من عامة الشعب. ما اعرفش حاجه. اقتل ازاي ده؟ انا ما اعرفش اتفرج على فرخه مذبوحه. جم قالوا لي اعمل فريق عشان خاطر حكايه الورث والفلوس. انما انا شعبان وجالي واحد بدقني كده هو فريد الغطريفي. انا عمري ما كنت فريد. انا شعبان. ما تقول له عبد الجواد. لا حول الله يا رب. اقول له قول له اللي انا شعبان. تقول لي حول الله يا رب. قولوا لي يا ست نرمان. قولوا لي يا امين. اهدى يا فريد مش كده. اهدى فريد مين؟ تقول لك كده شعب مجاوري. قول له يا مجاوري يا امين. قول له ساكت ليه؟ ايوه انت اللي تعرف كل حاجه. قول لهم بقى انا امين. انت كريم يا رب. يا انت حكيم يا رب. هو اللي طالع عليك كمان ده يا سعاده البيت. اسمع يا فريد احنا واخدين على الورطه دي كويس. انت عايز تفلت من العداله؟ خدها شويشها على الحبس. حبس ايه؟ حد تجديد المحاكمه وتأييد الحكم. لا حول الله. اتفضل اتفضل روح يا اخوانا. انا شعبان. اتفضل انا شعبان يا اخوانا. حرام عليكم يا اخوانا. انا شعبان. لا مؤاخذه شويش انا عايز اروح دوره الميه. وده وقته. امال وقته امتى يعني؟ حبك دلوقتي عايز اروح. اتفضل يا سيدي. يا زينب انا واقع في عرضك. ليك عين تكلمني بعد اللي شفته بعينيا؟ امشي خالص امشي بعيد عني. يا زينب ده مش وقته. انا حياتي على كف عفريت. احسن خلي عمايلك البطاله اللي في مصر دي تنفعك. عمايل بطاله ايه؟ انا محكوم عليها بالاعدام. يا خبر اسوس. حتى البصمات؟ حتى البصمات يا زينب. حتى البصمات. حته الدين ورطه. ايه ورطه بعقل؟ طب والحل ايه؟ مفيش حل غير ان اروح الاوضه اللي انا كنت ساكن فيها ادور على اي اوراق تثبت ان انا شعبان. ليه عملت في نفسك كده يا شعبان؟ ليه استعجلت ليه؟ هي الدنيا تحلو ولا بشقاها؟ هو ده وقته يا زينب. يلا يلا شوف اي ورقه ولا اي حاجه.
ايه ده؟ امال فين القفله كان على الباب؟ ده مقفول من جوه. كان حد سكنها غيرك؟ سكنها غير ازاي؟ عاوز حاجه؟ حلو قوي، انا اللي عايز حاجه. دي اوضتي. اوضتك ازاي؟ انا اللي مأجرها من صاحبه البيت. مأجرها ازاي بقى؟ طب وحاجتي اللي جوه؟ حاجتي يا ست شعبان، حاطط قفل على الباب وسايب الاوضه واقف. يا ستي انا مش لسه مأجر الاوضه لغايه دلوقتي؟ مأجرها وقافلها، وغيرك مش لاقي حته يتوى فيه. هو انت وزاره الاسكان؟ مصلحه الايواء العاجل؟ انت مالك؟ نكمله لما تململه، ان ما كانش عاجبك اعلى مدخلك اركابه. في 60 دقيقة الأوضة، أنا عايز الحاجات بتاعتي اللي كانت جوه. حاجتي إيه؟ شوية الكراكيب. يا ست أنا حر، حاجاتي ولازماني، كل واحد حر في كراكيبه. بحتهم للتعب ربابيكي. يا سلام، وأنت يعني من حقك تبيع حاجة غيرك؟ إيه؟ أمال إيه يا ضناي؟ أمال آخد الأجرة منين يا ضناي؟ يما، يلا يا شعبان مفيش فايدة، خلاص يا أختي اقعدي بالعافية. يعافيكي يا أختي. كراكيبه، الكراكيب إيه؟ كراكيب إيه يا أم كراكيب؟ تعال تعال. يا ابني انت مولود من زمان قوي. من زمان قوي ده ايه؟ انا على الاقل مولود بعديك ب 100 سنه. صفحتك مش موجوده ومفيش ما يدل على انك اتولدت. ما يدل على انك اتولدت؟ ما انا قدامك اهو. يا ابني انا قدامي اوراق بحكم من واقعها. واقعها ده ايه؟ يعني انا ما اتولدتش؟ يعني انا مش موجود؟ موجود مش موجود، انا ليا الدفاتر اللي قدامي. واتفضل بقى يا سيد، خلينا نشوف شغلنا. هتتحل يا شعبان. يا عالم اثبت ازاي ان انا شعبان؟ اثبت ازاي؟ يلا على الاصلاح. امشي اطلع بره يا ماشي. امشي ماشي يا فندم ماشي، بس يا سعاده البيت اخرس خالص. اوراق ايه اللي انت بتسال عليه؟ انت كنت اتثبت عشان يبقى لك اوراق. طب يا فندم اي وصله سعاده البيت بس يثبت ان انا شعبان؟ اخرس، مالكش عندنا اوراق، انت باليوميه يا حبيبي باليوميه. فاكر الكرافطه اللي انت شديتها؟ معقول؟ دي احلى كرافطه شفتها في حياتي، انت لسه لابسها من ويها. انا يخوفوا بيا العيال. فشر فشر يا فندم، انت اصلك ما بتبصش في المرايه. بص في المرايه حضرتك هتلاقي ترافولتا قدامك. انت احلى من ترافولتا، انت بتقول ايه؟ طب مع السلامه، يلا يا حبيبي الطاقه، مفيش فايده يا فندم. ده انت ترافولتا يا فندم. معلش معلش، يلا مع الف سلامه. مفيش ورقة يعني؟ لا مفيش. الجرافاتة دي زي النيلة، وانت لا ترافولتا ولا حاجة، انت برضه بيخوف جيل عيال. ما تزعلش يا شعبان، ما تزعلش. ضروري هنلاقي حل. حل فين بس يا زينب؟ مالكش قرايب؟ مالكش حد من أهلك الطيبين؟ وأنا كان ليا حد. ليه؟ ايه؟ خالته نفيسة. نفيسة ماتت، نفيسة ماتت، عاشت 92 سنة ما تموتش إلا النهاردة. تعالي عالم ياهو، أثبت إزاي إن أنا شعبان؟ أنا عارفة دي حاجة بقت صحية، اللي ما سابولك ورقة واحدة تنصفك يا شعبان. أنا تعبتك معايا يا زينب. اخص عليك، إزاي تقول كلام زي ده؟ تعالي اقعدي هنا. أنا تعبت، أنا حاسس إن أنا تايه. زينب انا ماليش حد غيرك في الدنيا دي. يعني هو انا اللي ليا حد غيرك يا شعبان؟ المهم دلوقتي هتبات فين؟ مش عارف. لا ما هو انت لازم تلاقي حته تستريح فيها وتتدارى عن انظار البوليس، زمانهم دلوقتي بيدوروا عليك. هو البوليس عارف مكاني هنا فين بس؟ ايه برضه يا شعبان، دول لهم طرقهم. انا رايك اسمع. ايه؟ تجيش اخبيك فوق السطح بتاعنا؟ ايه بايخه؟ طب اقول لك حاجه، عارف الست اللي كانت ساكنه جوه؟ بقول لك ايه؟ ايه؟ انا هنام في زريبه البهايم بتاعه الاصلاح. تنام مع البهايم؟ مالهم البهايم؟ اصحابي عارفيني من ايام ما كنت بشتغل معاهم في الاصلاح. يلا يلا روح انت، مع السلامه وانا هتصرف. طيب. يلا زينب يعني يلا. على الزريبه؟ يلا مع السلامه وانا هتصرف عشان ما يقولوش عليك في البيت. طب مع السلامه يا شعبان. مع السلامه يا زينب، مع السلامه. معلش يا اخوانا. هتضيفوني الليله دي، مش عايزكم تتضايقوا، ما تعملوش تكليف. والله انا بحسدكم على اللي انتوا فيه ولا على بالكم حاجه.
واكلين واكلين، الاكل يجي لكم لغايه عندكم. مش كده؟ ولا في حقد ولا فيه تصارع، والمكان اي حته تناموا فيها، مطرح رجليكوا تناموا على طول. لا شقة اربع اوض ولا صالون ولا سفره ولا مطبخ ستانلستيل ولا موكيت من الحيط للحيط. الله ينعل ابو الفلوس. ما كنت عايش كويس يا شعبان، كنت عايش كويس، انت اللي جبت لراحتك. يا اختي يا اختي خد ابنك وخشي جوه. تاني عشان ما عملتيش الورق. راح فين يا زينب؟ واحده صاحبتي ياما في المستشفى راح ودي لها الاكل. بالليل كده يا بنتي لما يشوفك خطيبك وانت خارجه بالليل كده يقول عليك ايه؟ خطيبي قرطوا لي الوز. طب يا زينب لما يجي ابوك يعرف شغله معاك طولي بالك عليك. يا اختي حياتيني انت الاخرى، خد ابنك وخشي جوه. يا اختي قطيعه الخلف واللي بيخلفوه. شعبان مين زينب؟ ايه؟ خضيتك؟ لا ابدا يا زينب، ايه اللي جرى دلوقتي؟ هسيبك تنام من غير عشاء؟ يا حبيبتي يا زينب تعرضي نفسك للكلام علشاني، لو حد شافك معايا في الزريبة في بلدنا دي تبقى كارثة. ولا يهمك، المهم انت هتعمل ايه؟ مش عارف، مش عارف يا زينب. بقولك ايه، انا لو كلفتك بحاجة خطيرة تعمليها؟ انا عشان خاطر عيونك اعمل اي حاجة في الدنيا يا شعبان، اروح في 60 دهي. طيب طيب انا عايزك تروح الفيلا بتاعت اللي في مصر، هقولك على مكان الفلوس، تجيب اللي تقدر عليه والتاني الجاي. هي الفلوس هتنفع بيه يا شعبان؟ لا هتنفعنا في الحوسه اللي احنا فيها دي يا زينب. وانت هتفضل هربان على طول، انت لازم تشوف لك حل. طب ايه الحل؟ مش عرفني بس. وانا كمان مش عارف. كابوس كابوس يا زينب. قومي قومي روحي دلوقتي. نجيب القبلة في الحوس اللي احنا محدثينها فيه. يا الله يا شعبان. يلا. الله. مش الصورة دي للجدع اللي اسمه شعبان؟ ايوه هو ده. مش معقول يا ابني. الايه؟ في ايه؟ تصوروا ان اسمه فريد مش شعبان. مش اسمه فريد، اسمه شعبان. يا جدع انا بقول لك اللي مكتوب قصادي. انت هتيجي اسال الحكومه؟ الحكومه تعرف اكتر منك ومني. هو الجرنان بيكذب؟ ما دام بيقول اسمه فريد يبقى اسمه فريد. هو عمل ايه؟ ده قتل، قتل واحده رقاصه. بقى كان عايش معانا ومسمي نفسه شعبان وهو اسمه فريد. ده مجرم خطير. الغريب انه كان معايا امبارح وقال ايه؟ بيسال على ورقه. التاريخ. صباح الخير. نشكركم على حسن الضيافة. ازيك يا متولي؟ اهلا يا شعبان. فريد يا فريد يا رجالة، فريد اللي قتل الرقاصة. امسك يا علي، اجري يا علي، علق عليه. انا هقول لكم، هقول لك كل حاجة. استنى بس، ده فريد اللي قتل الرقاصة. رقاصة مين؟ انا هقول لكم على كل حاجة. انا حدث الوكيل انا وانت. يا راجل هقول لك على كل حاجة. انتوا اصلكم ما انتوش فاهمين اي حاجة. انا هقول لكم، انا قدام حدث الوكيل. انا هقول لكم على كل حاجة. طيب عال اهو البيه الوكيل اهو. ايوه قول لهم بقى يا بيه انا بقى مين. الله بقى تضحك
علينا المده دي كلها يا قتال القتلة وتسمي نفسك شعبان؟ يا بيه انا شعبان فعلا، الموظف الزهرات اللي اشتغلت معاك 4 سنين، ما انتش فاكر لما كنت بهساك واشدك من كرافتي؟ انت سيد؟ سيبك من الكلام ده كله، انت اسمك فريد وصورتك في الجورنال ايه؟ الجورنال هيكذب. ايوه يا حضره الوكيل، بس سيادتك مش واخد بالك، ما ده شعبان اللي كان موظف عندنا، انت ناسيه؟ انا هشرح لك اصل حصل يا الله. بنتي سيبك من الكلام ده، ما توديش بنفسك في داهيه، ده مجرم يا اخوان. انا شعبان. يلا 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 خدوها على النص. الفاليرو للحلويات الفاخرة. الفاليرو الفاليرو. قريت المكتوب في الجورنال؟ قريته. جالك كلامي؟ ما كانش لازم تجازف وتيجي مصر. مجازفة ايه؟ بالعكس، انا دلوقتي في امان. نصاب اللي انتحل شخصيتي واخد ثروتي اخد معاه الحكم بالاعدام. افرض واحد شافك ويعرفك؟ طمن، لغاية ما سافر مش هخرج من هنا. نادي على الشهود. الجدع ده جاني من 4 سنين. هو مين؟ هو ايه؟ معرفش. لكن بقى تطوراته كانت غريبة. وأول ما شفته كده قلت الواد ده مخبي حاجة. هي ايه؟ معرفش. لحد بقى ما قرينا حكايته في الجورنال وعرفنا كل حاجة. هو قال لي ان اسمه شعبان وعرفناها على كده، انما اصله فصله العلم عند الله يا سعادة البيت. والجورنال بيقول اسمه فريد. والاهرام ما يكذبش يا سعادة البيت. ما كانش بيدفع اجرة ابدا. يا ستي خلينا في موضوعنا. امي قالتها لي كلمة حكمة، مالكيش دعوة بحاجة. يعني يا ولاد توديني في داهية علشان امك قالت لك مالكيش دعوة بحاجة. ايه؟ وانا مش عارف ان كنت رمضان ولا شعبان، وانا كنت دخلت سريرتك. هو قال لي اسمي شعبان، شعبان شعبان. يا حضرة القاضي، الله نسيك، احنا ورانا عيال، مش عاوزين مسؤولية. ده شعبان ولا مش شعبان؟ الله اعلم. انت هاتلى سعادة البيت. طبعا فريد. احنا حنتوح عن فريد الغطريفي؟ ده فريد ابن المرحوم الغطريفي بيه، طول عمره متربي معانا. انا فريد برضو يا مغاوري، يا مغاوري، يا مغاوري، يا ابن المغاوري. لسه مش عارف ايه الحكاية؟ تعرف الشخص ده؟ الشخص ده محكوم عليه بالاعدام. يا ما انت كريم يا رب. كل ده كلام فارغ، ده شعبان، انا متأكدة انه شعبان. فريد ايه هو رأس ايه اللي هيقتلها؟ هو ده يعرف يقتل البورس؟ هو شعبان، انا متأكدة انه شعبان. وسيادتك بقى متأكدة منين؟ هي الناس بتتأكد من الناس ازاي يا اخواتي؟ هو شعبان وخلاص. ترفع الجلسة نصف ساعة للاستراحة. وبعدين يا استاذ هيضيع بالشكل ده، مع اني والله 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 متاكده انه مظلوم. وانا كمان. طب ساكت ليه يا استاذ؟ ما تقول لهم. مش هيصدقوني، لازم اجيب لهم دليل. دليل؟ ده احنا غلب حمارنا. هو في خيط، لكن خيط ضعيف شويه، انما امل وكله متوقف على انه يكون شعبان ما بيكذبش. والله ما بيكذب، والله العظيم ثلاثه ما بيكذب. أنا هحاول أأجل القضية شوية على قد ما أقدر عشان نكسب وقت. هذا بالإضافة إلى أن جميع الأوراق الرسمية تؤكد بطريقة حاسمة أن الذي أمامنا هو فريد وليس شعبان. ورحمة أمنا شعبان، شعبان. إذن كيف يؤكد جميع الأقارب أن الذي أمامنا هو فريد؟ يا سعادة البيه، يا سعادة البيه، دول نصابين، هم غرروا بيه وجم قالوا لي اعمل فريد الغطريف. انا ماليش دعوه، انا شعبان. هم عملوا كده عشان يلهفوا الفلوس، وانا كمان لهفت الفلوس. ما انا لهفت شوي وهم لهفوا شوي، يعني انا نصاب. الحكومه تاخد اللي ليه، تاخدوا اللي ليكم، وانا نصاب. احبسوني بس قاتل. انا ما قاتل، اصل جالي واحد، ما انا هقول لحضرتك، جالي واحد اسمه فريد الغطريف. انا عرفت ان هو فريد الغطريفي لما عرفت الحكايه بعد كده، كان عايز يتنصص معايا. انا ماليش دعوه، انا غلبان. عبد الجواد ده ياكل مال النبي، وعلى راي من قال لا تكن اداه في ايد من يغرروا بيك، وعلى راي شعر الربابه سابوا البردعه يا ابو زيد ومسكوا الحمار،
سيد الرئيس، واضح أن موكلي مصاب بلوسة، فأرجو تحويله إلى مستشفى الأمراض العقلية للتحقق من ذلك. اسم سيادتك؟ ما موجود عند سعادتك، يوسف يوسف نور الدين. في حاجة يا فندم؟ استنى شوية. مفيش فايدة. يعني ايه مفيش فايدة؟ بقالنا 3 أيام بندور. الفلوس لازم تكون هنا. بنك مفيش، يبقى لازم تكون هنا. مرتبة؟ احنا ما دورناش في المرتبة. ده فلاح لازم يكون شايل فلوس في المرتبة. الفلوس! هاتي الشنطة وعبي. انت عايزه هنا الاسم؟ انا عبد الجواد به الغطريفي. لو سمحت فاطمه، انا الاسم اللي انت عايزه يقوله هنا. طب نفضل معانا؟ اتفضل. شعبان شعبان، مبروك يا حبيبي، خلاص المشكلة اتحلت. مسكوا فريد الغطرفي في المطار، ومسكوا كل اللي شهدوا ضدك زور، ورموهم كلهم في السجن. خلاص يا حبيبي، مسكوا الحمار وسابوا البرداع. شعبان شعبان شعبان، مين يا شابة؟ أنا فريد، فريد الغطرفي. تجننت ولا إيه؟ إيه يا شعبان، إحنا مش اتفقنا إنك تعمل الحركات دي عليهم هما؟ ولا تعملها عليهم ليه؟ ما خلاص المشكلة اتحلت. اسمع، انت مش كنت عايزهم يحاكموك بتهمة النصب؟ ادهم يا اخويا هيحاكموك بتهمة النصب، وتخش السجن سنتين تلاتة ويتلم شملنا بقى يا شعبان. يعني احلى اداني. طيب مع السلامة يا شعبان. مع السلامة يا زينة. خلي بالك من نفسك. أمان عليك يا زينب، كل مغربية وحينما يميل قرص الشمس الدامي بين الأطلال اذكريني. إيه زي فاتح حمامة بالظبط. وأنا زي عماد حمزة. مع السلامة. مع السلامة يا زينب. أديني جبت لك شغلانة سهلة، لا فيها شيء ولا حظ. انا عاجبكم قوي في البيع والشراء. ربنا سهل. استأذن انا بقى. سلام عليكم. مع السلامة يا خال. تعالى ما افهمك. هتفهمني هي محتاجة حاجة. تعالى بسيط. برا. ما تيجي تاكل احسن. ايه؟ ايه؟ تاكل. انا مكسوب. انت بتتكسف ابدا. انا مش غلطان، الراجل العطار هو اللي قليل الادب. هو برضه قليل الادب يا اخي. اربط الحمار موضع ما يقول صح. قال يعني جريه في غش الناس ومعاكسة الحريم. انت مالك انت؟ وانا عمره حيفع في الشغلانه ده. انت بتنفق في ايه وهتروع؟ اربه انا برضك اربه. طيب يا مرات خال، الله يسامحك، تقولي على نعمه ربنا اربه يا اخويا.
معلش يا خال، معلش ما تزعلش مني، بكره هبقى كويس قوي، اوعى تزهق. بكره تنفخر ان ليك ابن اختي زي، هتنفخر بيا اخر ما اتخرج. وانا هشغلك ايه بس تاني يا ابني؟ ما انا خلاص غلب حماري. ابا عايز ايه؟ عم فرجاني بتاع الخضار كان بيدور على واحد يجرله العربيه. يجرله العربيه ايه يا بيت؟ هشتغل حمار. حمار ايه يا راجل؟ هو عنده حمار تاني، هو عايز واحد يمشي معاه يساعده بيع الخضار. اذا كان كده معلش، شغلانه حلوه خضري ليها مستقبل. خلاص الصباح رباح، خلك يبقى ياخدك يوديك لفرجان. اذا كان كده بقى الواحد ياكل بنفس مفتوح وما بتفز من هنا. قومي قومي كخاب، الواحد بقى ياكل دلوقتي بنفس مفتوح يا مرات خال. ونعمة ربنا لو حد مد ايده دلوقتي هيعرف شغله. انا بقالي ساعة قاعد على نار. انا بقول لكم اهو، قوم فيزي انت اهو، قوم يا خالتك كمان. يا فوطة يا مجنونة يا فوطة. فوطة ايه يا ابني؟ اسمها قوطة مش فوطة. قوطة ايه؟ هي بلدنا اسمها طماطم لكن هنا اسمها قوطة. خلاص انت حر قوطة قوطة. يا مجنونة يا بنت المجنونة يا قوطة. هي مجنونة بس مش بنت المجنونة ولا حاجة. طب اقول لك ايه؟ بدمها مجنونة كده ما تيجي نبيعها قدام مستشفى المجازين. اخرب عقلك، دمك زي العسل وباين عليك ابن حلال وهتنفعني باذن الله. انا دراعك اليمين. اديني كيلو بطاطس يا عم فرجان. عينيا الاثنين. تسلم عينيك. استنى انت يا فرجان ما تتحركش. وعندنا كوسه حلوه قوي، شوف الكوسه عامله ازاي، تنفع للاطفال. اديني كيلو كوسه. والطماطم تلاقيها النهارده ما تلاقيهاش بكره. ناخد 2 كيلو. طبخين لحمه النهارده؟ اه. ما تاخده محشي معاه يرم العظم. لا دي شيله كبيره قوي. وماله؟ اوصلها لك لغايه البيت. واي خدمات اخرى؟ افندم؟ لا مفيش. شوف الكوسه عامله ازاي؟ الحمد لله جبرت وبقت حاجه عالي. او كده حلو وعالي يا حسنين، وشك حلو عليا. الله يخليك يا عم فرجاني. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا هسيبك دلوقتي واطلع على سوق الخضار اتسوق خضار بكره. وانت بعد الحمار ما ياكل تجيب العربيه وتيجي على البيت او بالمره تتعشى معانا. الله ربنا يكرمك يا عم فرجاني. طيب. الله ربنا يخليك. السلام عليكم. مع السلامه. طب كنت هجر ايه ولا حاجه؟ هتعمل كل اللي بالفلوس دي كلها ايه؟ انت على قطع الهلال كوبايه الشاي تقيله يا ولا احسن واحد دماغه تقلب حبتين. والسح اللح تفوه شيلوا الواد من ابوه. السح اللح تفوه شيلوا الواد من ابوه. انت يا اخينا اخينا هو حسنين ما جاش بالعربية ولا ايه؟ لا ما جاش يار. يا ترى ايه اللي اخره؟ لما حته نومي حمار راح فين؟ ده كان مربوط. ايه اللي فات يا حمار؟ يا حمار انت رحت فين يا حمار؟ لازم بقى سبقني على البيت. طب مش كان يستنى لما نروح سوي؟ اما حمار صحيح. فين الحمار؟ ايه؟ فين الحمار؟ قال هو ما جاش هنا؟ هنا فين؟ هنا في البيت. بتمن يا جدع انت؟ فين الحمار؟ ما تخافش، هو تلاقيه بيقضي مصلحة وجاي على طول. انت عبيط يا جدع انت ولا بتستعبط؟ فين الحمار ومين اللي فك الحمار؟ وانا مال؟ لما يجي بسأله. اسأله؟ ده انا هروح فيك شدة داهية. يا ولا ولا محمد ولا صاحبي. بس يا ولا بس اسكت انت. هو هي بلد ما فيهاش حكومة ولا ما فيهاش حكومة؟ يا خال. مفيش يا خال، اسمع كلام يا حسنين يا ابني. احسن حل انك ترجع بلدك. انا ماليش حد في البلد يا خال. يا ابني فهمني، لقمة العيش هنا صعبة، لازم تشتغل وتشقى، انما هناك اللقمة سهلة. يا خال انا ماليش حد غيرك يا خال.
والله يا حسنين يا ابني انا عملت اللي عليا وزاده شويه كمان. قول بقى انك انت خايف من مراتك. ايه؟ هو في حد ما يخافش من مراته؟ طب ده بيخاف سلم. طب ما تبعتها البلد تخوف الفراق بدل الحكومه بتصرف المصاريف الجامده دي. بقول لك ايه؟ خد يا حسنين دول ونوصل لغايه موقف التاكسي الاجره وليك رب اسمه كريم. ما تخلي يا خال زي بعضه. هات يا سيدي انت ما صدقت. الأجرة يا فندية. لما نوصل بالسلامة يا أخينا. ادفع الأجرة يا أخينا قبل ما نوصل. بنزين يا أغلى دفعت الأجرة مضاعف. قال لا أنا كان معايا 2 جنيه دلوقتي راحوا فين؟ دور عليهم زناد. دخلي لسه مديهم لي دلوقتي. أمال أنا بطلب الأجرة مقدم ليه؟ ما كل يوم يطلع لي واحد زي ده ويعمل عليا الأوانطة دي. عيب يا اسطى ما يصحش كده. انزل بقى يا أخويا انزل. أدينا هنزل يا أخويا ما تسوق. أدينا افتح لي الصخمات دي وحياتك. بتفتح من إيه؟ يلا يا اخويا روح يا اخويا. اعوذ بالله. يلا امشي امشي. ناس الشروكه بقى ان شاء الله يطلع لك فرد بلجيكي ياكلك انت وعربيتك كمان. يلا يا اخويا. تبدا الميه انت واللي يعرفك لما تبقى تتجعر تحت منك. اصحى ممنوع النوم هنا. ايه ممنوع النوم هنا؟ هو مش ده بيت ربنا؟ قالي معزوم في بيت ربنا. بس ما تنامش. حاضر. اصحى يا بلدين اصحى احسن افرشك بره. حاضر. طب يلا قوم بره بقى. يلا بره. روح انت يلا. يا سيدنا انا مش هخليه ينام هنا. مساء الخير. ايه؟ مساء الخير. مساء النور. طبعا انت جعان نوم. ايوه انا جعان نوم قوي. ما تيجي معايا وانا نايمك. بتتكلم جد والنبي صحيح؟ طبعا صحيح. لا يا اخويا لا يا اخويا بلاش. ايه؟ كان هتقول لي انا نظير كذا وانا يعني مفيش فلوس خالص. يا سيدي 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 الناس بعضيها. قوم قوم قوم. تمام مقطوع من شجره واقع من على النخله وحالته انفشه وشكله قنشته. طب ما جهزتوش ليه؟ ان شاء الله بس ما نجوه شويه والصباح رباح. ماشي يلا يا سو 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 سكر. انت بتتكلم كده ليه؟ مؤاخذه اصل السي سي 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 ما بتجيبش معايا. اتفضل انت مؤاخذة يا معنانا. علبة سجايرك اهي عشان بعد ما تاكل تحبس. كمان ده كرم كبير قوي منك يا سي خليل يا ربيع. يا سي حسسانين يا برطوشي اسمي خليل الغبي مش خليل النبي. ماني عارف بس كل ما بقولها لك اقول يعني مش معقول امك سهمتك الغبي. بقول دي يعني خلينا في السجن احسن.
يا سي خليل يا حمار؟ الغبي الغبي يا حسنين. انا من مؤاخذه الواد ده بيدوله شهاده. شهاده؟ شهاده ايه بقى؟ شهاده هياكل منها ذهب. انا مش فاهم. بيعملوا له وعاها انتكت. انتكت؟ انتكت ايه؟ غزق عين هياكله الشهد. غزق عين هياكله شهد؟ الشمال بس. ولما يبقى فل ومتريش نخزق له التانية ويبقى كده خد البكالوريا. بكالوريا؟ بكالوريا ايه؟ بكالوريا التسول يا روح قلبي. الناس كلها بتاكل من عرق جبينهم، هنا اكلوا من عرق عاهاتهم. من عرق عاهاتهم؟ حلو. حلو قوي يا سي خليل يا بهيم. يا خليل يا غبي. واللي حظه حلو بقى يقع في سكتي اشقطه انا. اجيبه هنا نديله الشهاده الملائمه اللي تلائمه ويبقى طاقه القدر اتفتحت له. طب خلاص خلاص انت اسس لنا بقى وشوف نعمل في الوقت ده ايه. بس ما تقولش واه. سيبوه دلوقتي. انت بتكلم اكبر خبير للشحاتين في البلد، بتكلم شخصية استاذ النماذج، تقف قدامي كويس. شمال. اديها لك في ايه؟ اديني نظرة شمال. اديها لي شمال. هناك تعال لي. لف لفتين. ايه؟ لف لفتين. انت عايز تعمل ايه؟ لف لفتين. وريني. شكله مش بطال. كويس. ده تعملوا له 2112. يا نهار ازرق يا نهار ازرق يا حزن الحزن. ايه في ايه؟ اذا كان 156 قطع رجل، امال 2112 هتقطعوا لي ايه؟ هتقطعوا لي ايه؟ هتقطعوا لي ايه؟ ما تخافش يا ابني، ما تخافش. انت هتبقى مهم جدا. انا هرسمك رسمه من غير اذيه. هتذبحوني على البرد؟ لا هنذبحك ولا هنعمل فيك اي حاجه ولا هنعورك حتى. انت شكلك بائس، يعني نموذج معين. على فكره انت نظام ارحمه. ايه؟ ارحموا عزيز قوم زل. ارحموا عزيز قوم زل. واقف على ناس يا برنس، واقف في شموخ، راسك فوق. ايوه زي البرنسات كده لفوق. وريني ومادد ايدك، مادد ايد كده تمدها الناظر بيشوف ضوافرك في مدرسه. انا اقول لك كده، مادد ايدك كده وثق. هتسمع كل الناس وهتشوفهم بعينيك حواليك بيعيطوا ويقولوا ده ابن ناس، ده من عيله، ده متعصب. وبدل ما يدولك شلن هيدولك 10. براو عليك يا استاذ، براو عليك. احنا عندنا هجز كبير قوي في الاماكن الشيك. قال ايه؟ وبنبعت صبياننا في الاماكن الساكنه. يعني شحات بيشحت في شحات. انا عمري ما شفت شحات لابس كده. ما تقطعوني الزكيته دي. اقرف خالص، اكرهك لو اتكلمت. فاهم ولا مش فاهم؟ طيب انت بتتكلم خالص. طيب حاضر، طيب حاضر. طب اقول لله يا محسنين، انا صوتي حلو اغنيها حلو قوي. نعم جايبك تغني؟ انا لو عاوز شحات يغني كنت جبت عبده كفته وفرقته وعارف اوقفهم فين. مين؟ عبده كفته. خلاص مش عايز اتكلم خالص. راسك اللي فوق برنس، ايدك قدام.
لا يخرب بيت ابو اللي زعلك. الهي ربنا يكرمك، الهي ربنا يخرب بيت اللي زعلكم. الهي يا رب. اهلا اهلا اهلا. الهي ربنا يكرمك يا شيخ، الهي ربنا يكرمك. الهي ولا انت ولا رايح فين يا مجنون؟ البس النظارة وقف مكانك. الجنيه طار يا خليل. مالكش دعوة، طار ما طارش الجنيه هيوصل حالا. الهي ربنا يكرمكم. الهي يا سيدي الجنيه اهو، وادي ابن حرام. ايه الموضوع يا خليل؟ ومين الهلف دي؟ وانتوا طلعتوا من ايه؟ مالكش دعوه، انت شوف شغلك، بلاش لماضه، مفيش اثناء العمل بوس. الهي يا رب ربنا يكرمكم. الهي يا رب ما تجيب حاجه، مش شايفاني عاجز، ما تجيب حاجه لله. الهي ربنا يكرمكم. ناقص 3 جنيه 75 قرش. انت بتقرطصنا ها؟ تفهمنا ايه؟ انت عملت النهارده 28 جنيه و 16 قرش. الله، وعرفته ازاي؟ اطلع بالباقي. ايه؟ اطلع بالباقي؟ ده انتوا ولاد جنية. احنا الاولاد جنية، عامل 28 جنيه و 16 قرش. 28 جنيه و 16 قرش في اليوم الاولاني، ده نجاح باهر للشخصية، ده سوكسيه، البركة في النظارة. انما انتوا يعني هتاخدوا الفلوس دي كلها؟ ايوه احنا بناخدها. انت قاطع ميت ولا بتستعبط؟ الواني انت هنا مجرد موظف، تاكل وتشرب وتتكسي وتاخد بوكت ماني. فوكت فاني ايه دي؟ يعني مصروف جيبه روح امك. احنا ورانا مصاريف جامده قوي. ببقى بقى جايب لكم 28 جنيه وتدوني جوز جنيهات بس؟ انت فاكر نفسك شحات صايع؟ انت مركز، انت بتتكلف، مصاريفك كتير قوي. ايوه، عندك مصاريف الدكتور اللي بيعمل الشحاتين، عندك مصاريف مدير اداره الشحاتين، عندك الفتوات اللي بيحموا وقفتك، عندك مصاريف شخصية وخلافه. نهاية الأول انت هنا عبد المأمور، تلعب كده ولا كده؟ هتروح في الفاسكونيا تاخد لك نفس؟ لا اتعشى. عشو؟ بقولك ايه، على فكرة تشتغل اكتر تاخد فلوس اكتر، احنا ناس حقانية منحبش تاكل حق حد ابدا. يعني خدهم قد كده على قلبك، تبدأ المية لما تتجقر من تحت منك. سيبه سيبه. ربنا يكرمكم، ربنا ما يحرمكم من نظركم، ربنا يكرمك. يا أستاذ يا أستاذ. ايه؟ ايه دي؟ ايه الورقة اللي انت مدهاني دي؟ دولار يا حبيبي. ايه؟ دولار. هرر؟ ايه الهرر دي؟ لا شوف اما اقول لك، خد الورقة دي واديني مصري، انا بنهي لك بالمصري وهتخش الجنة بالمصري، يبقى تديني بالمصري. غريبة انت بتشوف ايه؟ انت مش اعمى؟ انا اعمى في كل حاجة الا الفلوس. خد الورقة دي واديني بالمصري، انا قابل منك اي حاجة ان شاء الله اشيل حد. هدي هدي كويس. هدي كفت. وانت من اهله، ربنا يكرمك ويستر عرضك وتخش الجنه انت ومامتك. ده كده حلاوة قوي. نخلع بقى.
وزي كل مره ولا هتغير النهارده يا بيه؟ ايه وزي كل مره يا متر؟ قال لي اقول انت متر ولا متر الا ربع؟ حلو. يا سلام، قال يعني السقفة مقطعة بعضها قوي. الحساب من فضلك. ثلاثة أربعة خمسة ستة جنيه وعشرين قرش. كم؟ بقول لحضرتك ستة جنيه وعشرين قرش. الأكل اللي أنا أكلته ده بستة جنيه؟ وعشرين قرش. ليه؟ قاعدة في الشيراتون ولا في الهيلتون؟ حتة لحمة قد كده مشوية وشوية سلطة بستة جنيه؟ من فضلك يا أنسة، عايزين الحساب من غير منادى. طب مش كنتوا تقولولي؟ هنقولك إيه بس؟ قولولي إن أنتوا غاليين كده؟ يا ست إحنا لا غاليين ولا حاجة، الدنيا كلها مولعة، من فضلك بقى عايزين الحساب. وأنا يعني لو كان معايا كنت قلت لك كل الحكايات اللي بحكيها لك دي. يعني ايه بقى؟ يعني انت فاجئتني. اخ، دخلنا في الدحليق. لا دحليق ولا نيلي، الحساب عندني. عندك انت ده ايه وانا بشحت؟ مالهم الشحاتين يعني؟ ومع ذلك يا ستي لا بتشحتي ولا نيلي، خلاص الناس اللي بعطيهم. ايوه بس انا ما اقبلش انك تدفع لي الحساب. يا ستي بيردهم لي بعدين. ردهم لك ده ايه وانا اعرفك منين؟ لما اقرع ونزهه صحيح. لا 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 لا، انت هتلبخ. مش احسن ما ياخدك يحبسك؟ ايوه يحبس. امال يعني عايزه تاكلي بلوشي؟ لا مش قصدي، بس قصدي خلاص يعني هدفع الحساب. ما هو اصلا الحساب كام يا نادل انت؟ 7 جنيه وعشرين قرش. انت مش لسه قايل 6 جنيه؟ الله، جرايات التهانم. مش شي بقشيش برضو؟ انا ما ادفعش بقشيش. انت هتدفعي حاجه من جيبك؟ انت مخك زينخ ليها جناحين؟ لزوم ايه هلات الوقت؟ ما قلت لك الحساب عندي. متشكرين يا سعاده البيت، اهديت زباين ولا بلاش؟ تعالى هنا. انت رايح فين؟ ايه؟ عايز حق المواصلات كمان؟ لا مش قصدي. امال قصدك ايه؟ قصدي يعني ابقى اجيلك فين عشان اديلك فلوس؟ يا ستي بيدعيلي بيهم دعوتين. ليه؟ شحات على باب السيده؟ انت حاطه نقلك من نقل الشحاتين ليه؟ انت كمان كلامك غريب قوي. انا كويسه وبنت ناس كويسين، واللي حصل ده ظرف طارق. مين طارق دي؟ ها؟ مين طارق؟ لا ده انت بتعرفي تضحكي اهو. المهم ابقى اجيلك فين عشان ادفع لك فلوس؟ عايز علولي يعني؟ مثلا. انا ساكن في رصيف نمره 5. نعم. مصممه؟ جدا. انا هتغدى هنا بكره. لا يا عم انا ماجيش هنا تاني. يا ستي خلاص، هما يعني هياكلوكي بالعافيه؟ خلاص يبقى ميعادنا هنا بكره. طيب. بعيده بقى. وانت من اهل؟ انتوا جايبين لي مسكويت؟ ما تجيب لي عيش مرحرح ولا حاجة. انت يا نادل انت؟ ايه الايه اللي هناك دي؟ ومعايا الكومي يا ويكي. مرة واحد جه يضرب تليفون قام صعب عليه. حلو حلو، ما تلعب العب. مرة جاء واحد جه يقعد على قهوة قامت لسعاه. حلو. بالكم في بلدنا بيسخنوا الطير على العمدة عشان يستحمى في الشتاء. شوية معننة. ايه؟ شوية. ومعايا واد كمان. تمام. بقول لك ايه؟ الراجل الكبير. الراجل الكبير مين؟ موس. مال؟ متكيف منك قوي. كل يوم في العالة يا عم، وكل يوم وماشية معاك حلاوة طحنية. تحريت ايه ومشي ايه؟ ما انتوا مش راضيين تفتحوا مخكم معاي. بجيب لكم في اليوم دلوقتي 50-60 جنيه ولا بنشوف حاجة. الله 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 الله، انت هتفجر بقى ولا ايه؟ خليك عاقل ما تبقاش طماع.
انت يومياتك النهارده وصلت 13 14 جنيه في اليوم، عمر جد جدك ما شموهم. ما ينفعوش يا خليل. بقول لك ايه، ورانا مصاريف كتيره وراجل عمال يزودك كل يوم، ما تبقاش نصيبك النهارده 14 جنيه. مالهم 14 جنيه؟ مالهم؟ انت كنت بتشوف الريال توقع يا راجل على راي المثل. كان فجره وطلع لبره. هات هات يا سيدي، احنا قلنا حاجه؟ هات اشرب يا حسنين وطلع من مناخيرك. من يد ما انا اعدمها يا جزمي. صارمه؟ ايه قلنا صارمه؟ انا اسمي صارمه يا سيدي. ما فرقش كتير، وريني والله ما تفرق كتير، حتى الجزم احسن. امسك يا بلغة. يا ربنا يكرمك، يا ربنا يخليكم، يا ربنا يكرمك. على قد ما تديني ربنا يديك 10 مرات. تديني جنيه ربنا يديك 10 جنيه. تديني 10 جنيه ربنا يديك 100 جنيه. تديني 100 جنيه ربنا يديك 1000 جنيه. تديني 1000 ربنا يديك 10000 جنيه. إلهي ربنا يكرمكم، ربنا ما يحرمكم من نظركم. إلهي ربنا يكرمك يا سيد. فوت قدامي. اهدي. ايه يا جدع انت؟ بقول لك فوت قدامي. افوت قدامك في ايه؟ ما سيبنا اشوف شغلي. شغل مين يا متسول؟ ايه متسول دي؟ انت بتغلط ليه؟ سيبنا يا جدع اشوف اكل عيش. اكل العيش متسول؟ وانت مالك انت؟ اتسول زي ما انا عايز. ليه الحقد دي؟ عايز تتسول ما تتسول. كلم الحكومه. ما تسول حكومه ايه؟ انت مين؟ مش عارف انا مين. انا بوليس اروح والدك. قدام على العربيه اللي بره من الاول. الله، وهتاخدني ليه بقى؟ هما مش بيصرفوك. اخلص. انت مش بتاخد قبيض؟ لو قلت كلمه تاني زي دي هعمل لك قضيه غير تسول. ده بينها جد يا خليل يا غبي يا هموش. امشي قدامي. اهلا. خش يا اخويا خش. اهلا. خش. الله، انت فيني؟ ايوه. امال يعني يا خليل الغبي وهموش بيقولوا انهم بيرشوا؟ دول كدابين، انت بتصدقهم؟ كدابين؟ هيعملوا فينا ايه؟ هيعملوا فينا ايه؟